بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين، قبل بس ما أتكلم عن مباراة اليوم، النهاردة هنتكلم عن مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي أمام منتخب غانا أو ضد منتخب غانا، مباراة هامة جدا هنتكلم عنها كتير جدا. ولكن في البداية حابب أن أنا أقول البقاء والدوام لله، إن لله وإنا إليه راجعون، في وفاة زميلنا العزيز الحقيقة كابتن علاء علي نجم نادي الزمالك السابق ونجم نادي بتروجيت السابق، بقاء والدوام لله. كان في صراع طويل مع المرض الحقيقة، بقاله أكتر من 4 أو 5 شهور يعني كان مريض أو كان تعبان شوية، وفي النهاية يعني توفاه الله. بقاء والدوام لله في الزميل العزيز الحقيقة، واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين، ولسه صغير علاء زي ما حضراتكم عارفين. علاء عنده 31 سنة، ولكن إرادة الله، ويعني كلنا مع إرادة الله، البقاء والدوام لله في وفاة علاء علي. تاني حاجة عايز أتكلم فيها النهاردة، ولأني كنت أشارك في هذا الموضوع، ذكرى الحقيقة فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ذكرى عزيزة على كل الناس الحقيقة وكل الأهلوية. المباراة دي تحديدا كانت واحدة من مباراة النادي الأهلي ضد النادي الصفاقسي، واحدة من أهم وأفضل المباريات في تاريخ النادي الأهلي. الهدف اللي أمام حضراتكم ده رج مش تونس بس، رج تونس ورج مصر كلها. ولما بتيجي تتكلم وبتسمع عن الحكاوي واللي حصل يوم هذه المباراة، بتبقى سعيد جدا جدا وفخور جدا جدا بأن أنت تنتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق. أبو تريكة طبعا كانت أولى المباريات اللي بيحرز فيها أبو تريكة أهداف، ولكن في الدقائق الهامة جدا دي كانت الدقيقة زي ما حضراتكم شايفين 91، وبالتالي فاز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية الأولى مع هذا الجيل، البطولة الأفريقية الأولى مع هذا الجيل من اللاعبين، كابتن أبو تريكة وكابتن بركات، أو الثانية أنا آسف، كابتن أبو تريكة وكابتن بركات وكابتن وائل جمعة وكابتن شادي محمد وكابتن شديد إناوي، كل الكباتن الكبار اللي كانوا بينتموا لهذا الجيل من اللاعبين وهذا الجيل العظيم داخل النادي الأهلي، اللي دائما زي ما كنا بنتكلم وبنقول هو استكمال لأجيال كثيرة جدا جدا، وهو ده اللي احنا اتعلمناه وهو ده اللي احنا عارفينه جوه النادي الأهلي. الأجيال دايما بتتتابع لغاية لما بنوصل للجيل الحالي، ولكن هي ذكرى سعيدة جدا جدا على كل الأهلوية، وذكرى محبوبة أو كل الأهلوية بيحبوا هذه الذكرى يعني الجميلة جدا. خلينا بقى نروح لمباراة اليوم، مباراة هامة جدا خصوصا بعد انتهاء مباراة منتخب الكاميرون ومنتخب مالي، المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 5، وفاز منتخب الكاميرون على منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء، كده تقلصت فرص مالي، واحد من المنتخبات القوية جدا واللي كان عليها كلام كتير جدا قبل بداية البطولة، ولكن منتخب مالي أو كده خرجت كمان من البطولة، وكده مالي خرجت من البطولة، والكاميرون عندها فرصة كبيرة جدا جدا بعد فوزها في هذه المباراة. النهاردة فازوا وقبل كده تعادلوا، وبالتالي 4 نقاط عند مالي أو أنا آسف عند الكاميرون. النهاردة إن شاء الله منتخبنا الوطني إن شاء الله يصل للنقطة 6 ويتأكد وصوله، وتبقى المباراة الأخيرة ما بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون، تبقى بس في المراكز مين اللي هيبقى مركز أول ومركز تاني، لأنه لو كسب منتخبنا الوطني لو كسب غانا هتبقى أيضا فرص غانا في الوصول إلى الدور التاني فرص صعبة جدا، ولكن في النهاية الموضوع في إيدينا، الموضوع في إيد المنتخب الوطني. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني اللي هيبدأ بتشكيل، عايز أقول لحضراتكم أيضا التشكيل منتخب. طيب خلينا نبدأ الأول باستعراض جرافيك مباراة اليوم، وبعد كده هنقول لحضراتكم تشكيل منتخبنا الوطني لهذه المباراة. مباراة مالي والكاميرون كانت في الجولة الثانية في المجموعة الأولى، وفازت الكاميرون على مالي بهدف مقابل لا شيء. والنهاردة إن شاء الله أيضا بعد قليل أو بعد أقل من ساعة غانا ستلقي منتخبنا الوطني، وإن شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا الوطني. إن شاء الله يوم الجمعة أو بداية البطولة كانت يوم الجمعة 8 نوفمبر، منتخبنا الوطني لقى منتخب مالي وفاز بهدف مقابل لا شيء، أحرزه نجم منتخبنا الوطني مصطفى محمد. منتخب الكاميرون تعادل في المباراة الثانية مع منتخب غانا بهدف مقابل هدف لكل فريق أو لكل منتخب. السبت 9 نوفمبر منتخب نيجيريا اتغلب
من منتخب كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء، والتعادل السلبي ما بين منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب زامبيا في المجموعة الثانية. باقي مباريات الجولة الثانية إن شاء الله بكرة يوم الثلاثة 12 نوفمبر، كوت ديفوار سيلاقي جنوب أفريقيا وزامبيا ستلاقي نيجيريا أيضا في إطار المجموعة الثانية. مباريات الجولة الثالثة هتقام يوم الخميس في نفس الميعاد. مباريات الجولة أو المجموعة الأولى مصر والكاميرون ومالي ستلاقي غانا. أما يوم الجمعة أيضا تقام مبارتين في نفس التوقيت، نيجيريا ستلاقي جنوب أفريقيا ومنتخب كوت ديفوار سيلاقي زامبيا. منتخبنا الوطني عمر رضوان، عمر صلاح ومحمد صبحي، دي قائمة منتخبنا الوطني. أما خط الدفاع أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان بكر، محمد عبد السلام، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي. أما خط الوسط أكرم توفيق، غنام، محمد عمار، حمدي ناصر، ماهر، محمد صادق. خط هجوم المنتخب الوطني الأولمبي، رمضان صبحي، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، مصطفى، محمد صلاح، محسن، أحمد ياسر، ريان، تامر ناصر، منسي. الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني. طيب قائمة منتخب غانا، كوامي بيا وريتشموند آي وإبراهيم دونالد وكينجزلي فوبي وإدوارد وإيمانويل وفوسيلي وحبيب محمد وويليام ديكيني. أما خط الوسط إيفانز أوسي أوسو وياو إيبوا ومايكل وإيمانويل وسامويل وسيمون. وخط الهجوم روبابا منسيا وفرانك أرهن وروبن بولي ونور الدين عبد العزيز وإيفانز منسا وأوسو كوابينا. دي قائمة المنتخب الغاني. إبراهيم تانكو هو المدير الفني. طيب خلينا بقى نروح للتشكيل، لو التشكيل جاهز معاك يا سمير لو سمحت برضو تقوله لنا. طيب خلينا نروح لتشكيل مباراة اليوم لمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني حالا هجيب لحضراتكم التشكيل. محمد صبحي في حراسة المرمى، كريم العراقي اللي أثبت جدارة الحقيقة ناحية اليمين في منتخبنا الوطني، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام اثنين في وسط الملعب المدافع، وأحمد رمضان بكم ثلاثة النهاردة هيلعب بيهم الكابتن شوقي غريب، أحمد أبو الفتوح ناحية الشمال. أما وسط الملعب هيبقى أكرم توفيق وعمار حمدي اثنين في وسط الملعب، ورمضان صبحي ناحية الشمال، وصلاح محسن ناحية اليمين، ونجم منتخبنا الأولمبي مصطفى محمد. ده التشكيل اللي هيبدأ هذه المباراة، طبعا باختلاف لاعب واحد فقط اللي هو عمار حمدي اللي نزل بديلا لناصر ماهر اللي اتصاب وخرج من قائمة المنتخب، ولكن بقية اللاعبين هيلعبوا بنفس التشكيل وبنفس ان شاء الله التشكيل، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نقرتنا الاولى دكتور احمد ثابت نتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمنتخبنا الاولمبي لهذه المباراه بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم الارقام واهم نقاط الضعف والقوه في منتخب غانا في مباراه اليوم. دكتور احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مبارك كله الحمد تمام. تمام الحمد لله. خلينا نتكلم عن منتخب غانا على طول. تمام. منتخب غانا طبعا يمكن مقارنه ما بينه كده وما بين منتخب مصر الحالي، منتخب غانا قيمته التسويقيه 3.7 مليون، يعني حاجه صغيره بالنسبه لمنتخب مصر قيمته التسويقيه 11 مليون يورو، احنا اعلى كقيمه تسويقيه. متوسط الاعمار احنا اكبر، احنا 22 سنه هم 21 و3. اغلى لاعب عندنا طبعا رمضان صبحي، هم الناحيه الثانيه عندهم عيسى عباس الجناح الشمال قيمته التسويقيه 1.25 مليون، احنا عندنا رمضان ب 5 مليون. طبعا المدرب بيدربهم المدرب ابراهيم تناكو، والناحيه وبيدربنا كابتن شوقي غريب. هم في المباراه الاولى تعادلوا مع الكاميرون وحصلوا على نقطه، واحنا كسبنا مالي وحصلنا على 3 نقط. ده يمكن مقارنه كده سريعه ما بين هنا وهنا. لو بصينا بقى على طريقه لعب ابراهيم تناكو مدرب غانا والتشكيله، يمكن هم منتخب غانا بيلعبوا ب 4-1-4-1، هنبص عليها هنلاقي ان هم في حراسه المرمى ال 4-1-4، ادي الاربعه اللي ورا واحد ارتكاز والاثنين دول. الطريقه دي بتديهم ميزه وبتديهم عيب.
بتديهم ميزه ايه؟ ان هم عندهم الاثنين اللي هو الاجنحه، يمكن لو عرضنا التشكيله هنلاقي ان هو الاربعه اللي تحت الفيرويد ايفانز منساه اللي هو رقم 20، اللي جنبه يا يبوا رقم 10 بيلعب في سالتا فيجو، الاثنين دول اخطر اثنين لعيبه في الفرقه. أي. اللي هو الجناح اللي ناحيه اليمين ويا يبوا، وقدام اوسو كوابينا، اوسو كوابينا رقم 7 مهاجم كورتوبا الاسباني، ده عنده المستين ان هو ممكن بيلعب زي مثلا كهربا كده، بيلعب حته المهاجم وبيلعب الجناح اكتر من زي صلاح محسن، بيلعب حته المهاجم بيلعب حته الجناح. اوسو كوابينا ده لاعب في المنتخب الاول لمنتخب غانا رقم 7، يبقى اخطر ثلاث لعيبه عندهم رقم 20 ايفان زمنسا بيلعب في فنلندا، يا يبوا رقم 10 بيلعب في سالتا فيجو الاسباني، واوسو كوابينا رقم 7 اللي هو بيلعب في كورتوبا الاسباني. أيوه. يمكن لو بصينا على السبوره هنلاقي ان الطريقه دي ايه ميزتها؟ ميزتها ان هم الاثنين دول اللي هم الاجنحه، الاثنين دول بيلعبوا بقدمهم اليسرى سواء ايفان زمنسا او يا يبوا. اذا هتبقى في الجبهه الشمال على احمد ابو الفتوح النهارده في صراع مهم جدا، النهارده نقطه قوه منتخب مصر الجبهه الشمال اللي فيها رمضان صبحي واحمد ابو الفتوح، وهم نقطه قوتهم الجبهه اليمين عندهم اللي هي فيها ايفانز منساه ويا يبوا، الاثنين بيلعبوا بقدمهم اليسرى، الاثنين مميزين جدا بعمليه الاختراق، الاثنين عندهم حته التسديد. فالجبهه دي النهارده اللي هيكسب صراع الجبهه اليسرى لمنتخب مصر اللي فيها احمد ابو الفتوح ورمضان صبحي وفيها في منتخب غانا يا يبوا وايفانز منساه، اعتقد ان هو هيفوز بالمباراه. دي اول حاجه. النقطة الثانية عندهم ان عندهم نقطة ضعف مهمة جدا 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 في وسط الملعب. بيلعبوا بارتكاز واحد بس اللي هو سيمون زيبو اللي هو رقم 15، ده بيلعب كارتكاز وحيد. الارتكاز الوحيد طبعا بيبقى فيه أربعة قدامه، فبيبقى فيه فجوة واضحة جدا في وسط الملعب. النهاردة احنا بادئين بعمار حمدي نظرا لغياب ناصر ماهر جنب، بس هو مش موجود في التشكيل النهاردة. ما هو في الشوط الثاني في المباراة اللي فاتت دفع باثنين ارتكاز، اكتشف العيب ده وكان خسران الكاميرون تقدمت عليه 1-0، فبدا يحس ان وسط الملعب متاخد منه فبدا يعدلها وحولها ل 4-2-3-1. ولكن عندهم مشكله واضحه في وسط الملعب نقدر ان احنا نستغلها، خاصه ان هم بيلعبوا بارتكاز وحيد، دي نقطه مهمه جدا. لو بصينا حتى على الصور اللي هي فيها مشكله العمق الدفاعي هنلاقي ان عندهم مشكله واضحه جدا، يعني التسديد اهو بص حضرتك، بص منطقه اللي هي ال 14 اللي هي الزون 14 اللي دايما بنتكلم عنها اللي هي بتاعه صانع الالعاب اللي هي على دايره قوس ال 18، الحته دي النهارده هتبقى مفتاح الفوز لمنتخب مصر ان شاء الله. أيوه. التسديد الاختراق من عمار حمدي مهم جدا، ان عمار حمدي يجرب يسدد، اكرم توفيق يسدد، ممكن تكسب النهارده بتسديده من على حدود منطقه الجزاء. زي ما شايفين لعيبه الكاميرون هجمه من ناحيه اليمين بتتلعب على حدود منطقه الجزاء وفي فجوه واضحه جدا في وسط الملعب. ايوه لمنتخب غانا، الفجوه دي يقدر يستغلها رمضان صبحي بدخوله للعمق، يقدر يستغلها صلاح محسن برده لما تحول كمهاجم تاني في بعض اللقطات القليله قوي في المباراه الاولى، يقدر ادي الكره بعد ما اتلعبت واضح جدا ان اللعيب اللي هو فرانك افينا مهاجم الكاميرون اللي هو الكره هتروح له قدامه مسافه كبيره جدا واضحه ان هو يسدد فيها، فدي انت النهارده تقدر تستغلها، تقدر تستغل المساحات ديت مهم جدا وسط الملعب بالذات لعيب زي عمار حمدي. عمار حمدي الماتش اللي فات خرج كاكتر لاعب عامل مراوغات نك، اكتر لاعب عامل انطلاقات، اكتر لاعب حصل على اخطاء، ولكن عمار محتاج يكون جماعي اكتر ومحتاج ان احنا نشوفه بيشوط على الجون كتير. دي النقطه النهارده اللي هتبقى فيصليه في المباراه. لو بصينا زي ما قلنا على الفجوه في وسط الملعب دي نقطه ضعف مهمه جدا. طيب نبص بقى على المقارنات. نبدا بمقارنه ما بين احنا اتكلمنا خلاص عن المنتخب وعن وعن الكابتن، نقارن ما بين ابراهيم تناكا و شوقي غريب، دي اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي المقارنه بتاعه المدربين. خلاص خلينا نروح لرمضان صبحي وعيسى عباس. طبعا الجناح الايسر هنا والجناح الايسر هنا. أيوه. رمضان صبحي 22 سنه طبعا بيلعب في النادي الاهلي، لعب ثلاث مباريات الموسم ده في الدوري مسجل ثلاثه وصانع هدف، قيمته التسويقيه هي الاعلى في منتخب مصر 5 مليون يورو، سبق ليه اللعب في ستوك سيتي وهيدرسفيلد. عيسى عباس اللي هو الجناح الايسر هناك لاعب عنده 21 سنه بيلعب في اوتريخت الهولندي، لعب 9 مباريات الموسم ده احرز هدف وصنع هدف، قيمته التسويقيه 1,025,000 يورو وهو الاعلى في منتخب غانا حاليا. سبق ليه اللعب في ماينزا وفي الدوري السلوفيني، حصل برضه على الدوري السلوفيني. يمكن دي مقارنه ما بين الجناح الايسر هنا والجناح، ويمكن عيسى عباس ما قدمش مباراه كويسه في الجوله الاولى، والمدرب حتى ما بين الشوطين راح مغيره ومحول زي ما قلنا اللي هو اللعيب رقم 7 عندهم اللي هو اوابينا اللي هو المهاجم، رجعه بدل ما كان بيلعب مهاجم رجعه كجناح ونزل فيرويد. دي الطريقه اللي ايه اللي غيرها ليه؟ لان عيسى عباس ما كانش موفق في المباراه الاولى، خاصه كمان ان خطوره الكاميرون كانت في الجبهه اليمنى اللي هي فيها الظهير الايمن ميبازيو، وبالتالي
خرج الجناح الايسر وحول كوابينا اللي هو المهاجم اللي هو بيلعب في كورتوبا الاسباني حوله كجناح ايسر بدل ما كان بيلعب كمهاجم. هو عمل تغييرات النهارده في التشكيله الرئيسيه لمنتخب غانا، خليني نقولها بسرعه. كوامي باد حارس مرمى زي ما هو، حبيب محمد، فوسيني زكريا، وإدوارد ساربونج، وكينجسلي فوبي، وإيمانويلو موتي، ومايكل وياو يابو، وسامويل أوبيينج، وكوابينا أوسو، وإيفنز منساه. إيفنز منساه مع صلاح محسن. يمكن إيفنز منساه ده واحد من أحرف اللعيبة في منتخب غانا، حتى هو بيعتمد عليه، هو بيلعب كجناح يمين وجنبه هو نفس الطريقه بيلعب 4-1-4-1 بنفس الطريقه اللي حضرتك قلتها، ولكن يعني مايكل جنب اللاعب موتو الاثنين بيتحولوا برده بيامن شويه قدام منتخب مصر عكس قدام منتخب الكاميرون كان بيلعب 4-1-4-1 النهارده محولها ل 4-2-3-1 صريحه من بدايه المباراه. من بدايه المباراه وعلى اليمين ايفانز منساه وعلى الشمال صامويل يوبو وقدام اوسو كوابينا المهاجم بتاع كورتوبا. يمكن المقارنه اللي حضرتك بتتكلم عليها ايفانز منساه واحد من احرف اللاعبين، لعيب حريف جدا 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 اللي هو اللعيب رقم 20 وصلاح محسن بيلعب رقم 7، الاثنين عندهم 21 سنه. زي ما قلنا ايفانز منساه بيلعب في هيلسنكي الفنلندي، لعب 14 مباراه في الدوري مسجل 4 اهداف، قيمته التسويه 200,000 يورو. لكن صلاح محسن طبعا لعب مباراه واحده بس قيمته التسويه 800,000 يورو. ايفانز منساه واحد من احرف اللعيبه في منتخب غانا اللي هو رقم 20 ورقم 10، والاثنين بيلعبوا بقدمهم اليسرى، واحد جناح وواحد بيصنع العاب شويه للعمق، الاثنين دول خطيرين جدا. زي ما قلنا الجبهه اليمنى عندهم والجبهه اليسرى عندنا هي الاقوى هنا والاقوى هنا، واللي هيتفوق هو اللي هيفوز بالمباراه. طيب خلينا نروح لاخر مقارنه بين ياو يبواوا لاعب منتخب غانا وعمار حمدي لاعب منتخبنا الوطني. صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا. صانع الالعاب يا يبوا واحد من احرف اللعيبه برضه في منتخب غانا اللي هو بيلعب في سالتا فيجو بي الاسباني، سبق ليه اللعب في مانشستر سيتي وليل الفرنسي، احرز هدف هذا الموسم في الدرجه الثانيه في اسبانيا من 8 مشاركات، قيمته التسويه 800,000 يورو، يعتبر ثاني اعلى لاعب او ثالث اعلى لاعب في منتخب غانا. عمار حمدي عنده 20 سنه ما لعبش هذا الموسم مع النادي الاهلي، قيمته التسويه 300,000 يورو، سبق ليه اللعب طبعا في الاتحاد السكندري ونادي النصر. برايك سريعا جدا، هل يستطيع منتخبنا الوطني النهارده ان يفوز في هذه المباراه ولا لا؟ اعتقد باذن الله، يعني لو لعبنا بالتقفيل حدينا من خطورتهم في الجبهه اليمنى بشكل كويس جدا وعالجنا المشاكل او العيوب اللي كانت موجوده في المباراه الاولى اللي هي الربط في وسط الملعب والتحول من الدفاع للهجوم بوجود عمار حمدي، ونلعب جماعيه اكتر من كده ونشتغل على الاطراف كريم العراقي واحمد ابو الفتوح، نحاول نشغل مصطفى محمد، يمكن مصطفى محمد الكره الوحيده اللي جات له جاب منها هدف. فانت لو شغلته النهارده اكتر من كده اعتقد ان انت تقدر تكسب، خاصه كمان بالكرات الثابته سواء من ضربه ركنيه او من ضربه ثابته. يعني بالمناسبه وانا بتكلم سريعا على مصطفى محمد، انا عايز استرجع ما انت قلته في الحلقه السابقه، انت قلت كلمتين عن مصطفى محمد، ممكن تقولهم لي تاني عشان انا بس هستخدمهم في حاجه بعد نهايه اللقاء. على بعد المباراه ولا القبل؟ بعد المباراه. بعد المباراه يمكن مصطفى محمد واحد يعني هو مهاجم محطه، مهاجم مميز جدا، واحنا حتى هنا اخترناه، هم اختاروه كرجل المباراه وقلنا ارقامه، مميز مهاجم محطه. هو يعني ميزته الفارق ما بينه وما بين صلاح لا انا عايز اعرف بس الكلمتين اللي انت قلتهم بعد نهايه المباراه السابقه، قلت ايه؟ قلت ان هو مستقبل ايه؟ مستقبل مصر طبعا وايه؟ ونادي الزمالك. بس كده انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، لان احنا هنتكلم في الموضوع ده بعد نهايه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت، هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، النجم الكبير كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. كابتن محسن صالح جاب سيرتك كتير، خلي بالك امبارح حبيبي كابتن محسن صالح بنبارك له والله على الموقف الجميل ده، والموقع اللي هو ان شاء الله يثبت طبعا ان هو
على درايه كامله ان شاء الله، وخبره واسعه جدا نستفيد منها كلنا. ماشي، انا بس بهدي النفوس. اه طبعا. ازيك يا كابتن حشيش؟ متشرف والله. الله يخليك، ربنا يخليك، سعداء بوجود حضرتك معانا. الله يخليك، شكرا. وبلال عامل لي مشاكل بالهبل، عامل مشاكل على طول عمره، عامل مشاكل مش هنتكلم فيها دلوقتي بعد الماتش ان شاء الله. بعد الماتش هنتكلم في المشاكل اللي حصلت امبارح. ازيك يا بلال؟ الله يخليك. ازيك بلال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ما هو ده بلال بيدل على قد ايه الناس بتتابع، يعني قد ايه الناس بتتابع قناه الاهلي حتى في الوقت اللي بيكون معانا ما بيبقاش معانا الماتشات يعني. لكن في الاهلاويه بتستنى، ومش اهلاويه ومش اهلاويه. أيوة. بالظبط كده. طيب نرجع للمباراه. كابتن شريف، نفس التشكيل اللي بيلعب بيه كابتن شوقي غريب هو اللي نهى بيه المباراه السابقه. يعني طبعا كان هناك بعض التغييرات اللي حصلت ولكن في المباراه السابقه، ولكن انا اقصد ان ناصر ماهر خلاص اصبح خارج المنتخب بعد الاصابه، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله، فاصبح عمار حمدي هو اللي مكان ناصر ماهر وبقيه المنتخب زي ما هو. ايه راي حضرتك في التشكيل؟ ولاد الاسلوب اللي كابتن شوقي غريب بيعتمد عليه، بيعتمد على شكل هو بيعتمد عليه في اختياره حتى للاعبين كلهم، فاكيد اي مدير فني او اي جهاز فني بيبقى عنده رؤيه معينه في الملعب، خاصه ان احنا اسلام ايوه قابلوا المنتخب المصري بشكل ان هيلاعب فرقه هي اللي هتاخد ال، خلي بال حضرتك دي الحقيقه، كانت فرقه منتخب مالي، منتخب من اقوى المنتخبات، وعملوا حاله للعيبه، اللعيبه خدتها الحمد لله بالتحدي بالظبط، واللعيبه قدرت انها تفوز بالمباراه، ومصطفى محمد جاب جول. جاب كويس، بس انا عايز اقول يعني تميز مصطفى محمد كمان من تميز صلاح محسن وتحركاته، الناس كلها خد عين الناس كلها، وبقى مصطفى محمد هو الناس اللي هو قدر يسرق الديفندر ويجيب جول. القصه بقى هو مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعه؟ انا مين اللي بيقول الكلام ده؟ كابتن شريف مش اسلام؟ لا كابتن شريف ها هو حر. لا الحقيقه، لا الحقيقه الاولاد كلهم كويسين قوي بالتعاون مع بعض، واخدين عملوا حاله استنفار لنفسهم. مظبوط. اللعيبه الثانيه اقوى منهم بدنيا، حتى في الفاول اللي حصل مع ناصر ماهر، لقينا ناصر وقع من غير ما الراجل يكلمه، بس تيكوف كان اعلى منه عالي شويه، والوقع غلط يعني، الراجل ما عملوش حاجه كمان يعني، غير انه يمكن احتك بيه، والسرعات عمار حمدي ابتدى اللعيبه حصل لها حاله ابجريد في الملعب مع نفسها. سيبك بقى من اسلوب اللعب او من الاسماء اللي كانت موجوده، بس انت بلال او حشيش او اسلام، احنا ما كناش متوقعين كمان بعد كل اللي اتقال في السوشيال ميديا على الفرقه مالي، منتخب مالي، ان لعيبتنا ما شاء الله الله اكبر بالعرضيات بكذا مره بيحاولوا تاني تايم ممكن يجيبوا جولين ثلاثه كمان، ودول الفرقه الوحيده اللي انا شفتهم راحوا على الجول كذا مره. عندك الكاميرون كانت عمليه ضربه ثابته ادتهم التفوق، في شحاحه في الفراوده انك انت بتديهم عندهم نص ملعب ماسكوا الكره كويس قوي، بينقلوا الكره كويس، اطراف بتتحرك، انما عندهم حته الفرود، واعتقد ان 4 2 3 1 دي بتحرم الفرق كتير قوي بالهداف الواحد ان هو يبقى مستقبل، بحيث انه معزول من الفرق الثانيه، انما الفرق كلها اسلام بتبقى عندها حاله تصاعديه بعد اول مباراه. ايوه يعني بيكتشفوا بعض وبيشوفوا بعض، الاجهزه الفنيه بتشوف بعض كل عام، فاكيد الشكل النهارده هيكون ليه شكل ثاني واحترام ثاني للفرق لبعض، فرقه كسبانه وفرقه متعادله، وتعادلت في ظروف معينه مع فرقه كبيره برضو كاميرون، كاميرون كسبت على ما اعتقد النهارده، كسبت 1-0 اربع نقاط، نقاط على منتخب مصر باللعيبه اللي هي موجوده دي، انهم يكونوا استفادوا من منتخب مالي في الهاف تايم الثاني لما مسكوا عليهم الملعب، وحصل لشوقي غريب دروب اللي هو بتاع ناصر ماهر. ناصر ماهر لما خرج اعتقد ان ميكانيزم الفرقه كلها اتغير، بيعتمد على الروح بتاعه اللعيبه، بيعتمد على سرعه اللعيبه، بيعتمد على لو حشيش باصوا كذا باصه صح عند الفينش في الفراوده اعتقد كانوا جابوا جول او اثنين، بس كان حتى محمد عبد السلام ده طلع في كورتين لو كان شاف زميله او حاجه ولعبها له او حصل فيها فكر كويس، لا ابتدى شاط وطلعت فوق العارضه، كان عندنا كذا فرصه. المره دي لو احنا اقتنسنا الفرص دي وشفنا بعض كويس في الملعب، وعندنا بقى اهم من ده كله الثقه ان احنا الكسبانين، وكسبانين مالي، وان شاء الله الفرقه دي جايه لنا متعادله مش جايه كسبانه، انما هي فرقه كويسه جدا حقيقه، من الناس اللي بتلعب كوره كويسه قوي غانا، وخاصه في نص الملعب. فاحنا كل اللي مطلوب النهارده نفس الروح، نفس القوه البدنيه بقى اللي اكتسبناها من الماتش اللي فات، نكمل النهارده بالثقه دي باذن الله. كابتن حشيش، المباراه دي اصعب من المباراه السابقه، يعني طبعا مباريات الافتتاح دايما بتبقى هي المباريات الصعبه وكذا وكذا، ولكن دايما المباراه الثانيه هي اللي بتؤهل او لا تؤهل. صحيح. انا طبعا اتمنى ان المباراه النهارده ما تبقاش صعبه على الفريق المصري. المباراه طبعا الاولانيه كانت حمى البدايه، ولسه برضو اللعيبه ما عندهاش خبرات برضو البطولات المجمعه، فكان برضو يعني انا بصراحه البدايه بتاع منتخب مصر
برغم المكسب، انما كان الاداء ضعيف ايا كان الخصم هو مين. الاداء انا شكلي ايه في الملعب؟ ايوه شكلي في الملعب ما كانش هو الشكل اللي احنا نامل فيه. انا كنت حاسس ان ممكن الحماس بتاع اللعيبه مأثر على الاداء كتير قوي. تمام. ما اعرفش طبعا كابتن شوقي قال لهم ايه في الملعب، بس انا بقول ان الحماس الزياده كان مأثر على ده. يعني انا ما اعتقدش ان الكابتن شوقي كان من ضمن الحاجات اللي قالها للعيبه المساكين يلعبوا كور طويله، استحاله يكون قال لهم كده. فهل هم من البدايه من برضو القلق شويه بيلعبوا الكور الطويله دي؟ احنا كنا مفتقدين حاجات كتير على مستوى الاداء، يمكن على مستوى الافراد كان في بعض الافراد كويسين، انما على مستوى الجماعي لا، كان في نقص حاجات كتيره. كان ناقصنا الاستحواذ اللي هو بينشا عنه الهجمات الخطر. كان مفيش رابط ما بين الديفنس ونص الملعب والفراوده، تحس ان الكور خلاص نص الملعب ده اتلغى، كور طويله من المساكين اللي احنا مش متعودين عليها، او الكره المصريه عموما ما بتلعبش الكره الطويله. اذا كان الناس اللي كانت مشهوره بالكلام ده بلال شريف الانجليزي اللي كانوا بيلعبوا طويل، دلوقتي ما حدش بيلعب طويل، دلوقتي الهجمه بتبدا من عند حارس المرمى. القصه مختلفه خالص اللي شفتها المباراه الاولانيه. احسن حاجه في المباراه الاولانيه بالنسبه لنا هي طبعا الثلاث نقاط، لان كان يهمنا في البدايه ان انت تاخد ثلاث نقاط. المباراه بتاع النهارده غانا طبعا فريق لا يستهان به، عندهم لعيبه على مستوى عالي وفيهم خبرات وفيهم مهارات انا شايفها اكتر من لاعبي مالي. كمان بعد ما عرفوا النتيجه بتاعه الكاميرون بتاع الماتش الاولاني، أيوه، ان دلوقتي الكاميرون بقت 4 بونت، فهو مطالب ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع المنتخب مصر، ما استناش للمباراه الاخيره، ان هو لو النهارده ان شاء الله مثلا منتخب مصر كسب هو خلاص بره، باي باي. فلازم هو يعني لازم لازم يعمل مباراه طبعا، مش باي باي قوي، لان هو طبعا هيبقى ممكن لو كسب يبقى 4 وتبقى بالظبط، وتبقى ساعتها نشوف الدنيا. لازم يبقى فيه طبعا تركيز قوي من لعيبه مصر. وانا شايف كمان من خلال التشكيل، هل الكلام اللي قدامي انا صح على الورق ده، انه بيلعب 5-3-2 غير شويه؟ هو كابتن شوقي مش 5، بيلعب 3، او يعني اللي هو 3 في خط الظهر و4 في وسط الملعب و3 في الامام. يعني انا شايف ان هو برضو عامل حساب زياده لفرقه غانا، ودي حاجه طبعا مطلوبه، بس الترجمه بتاعتها بقى، يعني انت راجل بتلعب خطتك مبنيه في الاساس وشفناها في المباراه الوديه. بس التشكيل اللي على الورق ده يا كابتن مش هو مش نفس طريق، يعني مش ده مش نفس الكلام اللي قدامي ده طبعا غير الحقيقه. انا بقول ان هو طبعا من خلال المباراه الوديه ان احنا شفناه ان هو بيميل، ان هو طبعا اللعيبه بترجع نص ملعبها وبتقرب المساحات وبتلعب على كونتر اتاك. الكونتر اتاك ده لا، عايز له برضه مواصفات معينه، يعني هو لعب المره اللي فاتت بتشكيل او بطريقه ما تتناسبش، او بافراد ما يتناسبش معاهم الحته اللي هي اللي هو عايزها، اللعب في المساحات الفاضيه واستغلال الحتت الفاضيه والسرعات، لعب بمصطفى محمد كراس حربه، لعبه كله طبعا عن طريق الاجناب، ويلعب كوره عرضيه كتيره هتستفيد منه في الميزه دي، انما حته انه يجري على الاجناب وحته دي مش 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 الطريقه اللي تلعب بيها، لان احنا ما شفناش ضغط هجومي من عندنا من ناحيه الاجناب، من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، الباكين بيطلعوا القصه دي، شفنا لعبه برضو طويل، والراجل كان معذور مصطفى ان هو ممسوك من المساك، طبعا ما شاء الله كان المساك يعني حاجه جامده جدا، فيمكن ما استفادش برضه بقدراته لان هو عنده قدرات كبيره جدا. يعني اتعشى من النهارده يكون الموضوع هادي، انت بادئ مباراه ب3 بونت، عندك غانا بونت 1، هيبقوا مستعجلين متسرعين، تكون المفروض اهدى والمباراه تنتهي بعد 90 دقيقه يعني. تمام. بلال تقريبا نفس التشكيل نفس كل الكلام ده، لكن المنافسه في المجموعه اصبحت معقده شويه. ده اللي قلناه المره اللي فاتت، قلنا المره اللي فاتت 4 نقاط ممكن لا تكفي ان انت تصعد للدور الثاني. الكلام ده كان واضح، من الواضح ان فريق مالي هو فريق جيد، ولكن ما عندوش السرعات وما عندوش القوه الهجوميه اللي يقدر يخلص بيها. مباراه النهارده والمباراه اللي فاتت برضه بيتغلب، واضح ان هو مالي ممكن تكون هي الفريق اللي الثلاث نقاط مضمونه للفريق الثاني الخصم بتاعه، يعني واضح من الاداء ومن النتائج اللي احنا شفناها. تمام. ومن عدم ترجمه الفرص، انت في بعض الاوقات يا كابتن بتلعب جيم كويس ولكن ما فيش ترجمه للفرص، فبالتالي انت مطالب
ان انت طالما هتلعب كره كويسه، طالما هتستحوذ، يبقى انت عندك ترجمه للفرص دي. منتخب مالي عنده مشكله طبعا ان هو فيه 2 3 لعيبه مش موجودين، يعني بيلعبوا في الدوري الالماني مش موجودين هنا، فدي مأثره عليهم بشكل كبير جدا جدا. فرقوا معاهم جدا. طبعا فرقوا معاهم بشكل كبير. اتمنى اصابه ناصر امام ما تفرقش مع المنتخب المصري، ولكنها فرقت بشكل كبير المباراه اللي فاتت. انا دايما بقول يا اسلام، طريقه اللعب اللي موجوده قدامنا دي محتاجه واحد زي ما بيسموه في بكره السله يعني صانع الالعاب، تمام، اللي بيمسك كره، اللي بيتحكم في رتم الاداء، اللعيب المهاري اللي عنده القدرات والامكانيات ان يوصلك للمرمى، تمام، واللي يقدر يتحكم في رتم الاداء طول المباراه. ناصر هو اتعور بالظبط، هو اللي اتعور. ناصر مان مش موجود، عمار حمدي مختلف شويه، الاداء مختلف. عمار حمدي لعيب سبرينتر بيلعب على طرف ملعب، ما بيلعبش في قلب الملعب. صحيح. مش ده البلاي ميكر اللي تقدر تعتمد عليه ان هو يصنع لك اهداف، وممكن يشتغل كويس جدا على اطراف الملعب، ممكن يعمل كروس جيد، ممكن يعمل لك تحول سريع لهجمه مرتده انت ممكن تبنيها عليه، انما النهارده مش هيقدر يتحكم في رتم الاداء. النهارده منتخب مصر المباراه اللي فاتت شفنا كتير جدا جدا المنتخب ما عندوش حته الوسط دي، ما عندوش نص ملعب، مش قادر يمتلك الكوره، مش قادر يستحوذ، ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا يا كابتن بالنسبه للمنتخب المصري، انك بتلعب 90 دقيقه ما عملتش 6 باصات 7 باصات على بعض طول المباراه. احنا عدينا المنتخب مصر ما فيش 3 4 باصات كره مقطوعه، باصتين وكره طويله، فده معناه ان انت مش قادر تعمل عمليه الاستحواذ. فبالتالي يا اما تحط اللعيب المناسب، انا بتكلم مع كابتن شو غريب، المناسب اللي يقدر يتماشى مع طرق ويمكن طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها، يا اما تغير من نمط وطريقه اللعب يا اسلام. هي حل من الاثنين، ملهاش بديل. ما ينفعش اجيب واحد ما عندوش الامكانيات والمواصفات ويلعب في نفس البوزيشن بتاع واحد ثاني بمواصفات ثانيه مختلفه خالص، هتاثر عليه سلبا، او هتاثر على الفريق سلبا، او هتاثر على التكتيك اللي بتشتغل عليه سلبا، زي ما حصل المباراه اللي فاتت. النهارده كان ممكن طريقه اللعب تتحول ل 4 3 3 وانتهت الموضوع على كده، تلعب على الهجمات المرتده السريعه، تستغل السرعات الموجوده، تستغل المهارات الفرديه اللي موجوده عند اللعيبه بتاعتك، تشتغل بشكل جيد في سرعه، تبني هجمه بشكل جيد. لكن كون ان انت تعتمد على 3 في خط النص بيرجع الاثنين الباكين يدافعوا معاهم ويبقى 5 والثلاثه اللي قدام مفيش غير واحد فقط اللي عنده الامكانيات والقدرات الدفاعيه، واتكلمنا عليها المباراه اللي فاتت، قلنا انت عندك اكرم توفيق هو اللعيب الوحيد اللي في الملعب اللي عنده حته ان هو يعمل الكفرنج على لعيبه نص ملعب او على الباك من الباكين لو خرج. النهارده دي هتبقى تمثل صعوبه كبيره، انت بتلاعب فرقه اكبر امكانيات عندها. احنا اتكلمنا في النقطه دي المره اللي فاتت وقلنا ان ده ممكن يكون اللي مغطي الموضوع ده الثلاثه اللي ورا. انت في الطبيعي بتلعب اثنين ليه؟ يعني لما بتلعب، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي مثلا، لما بتلعب في النادي الاهلي بتلعب باربعه ورا، تمام، واثنين ميدفيلدر اللي هو بيبقى واحد اقرب ان هو يكون يكمل اللي هو عمرو السوليه، وبيبقى الثاني حمدي فتحي او حسام عاشور. يعني انت بتلعب بالاثنين دول ليه؟ لان انت عندك اثنين بس سرد باكين ورا او اثنين مساكين. حلو. انت دلوقتي لما يبقى عندك ثلاثه مساكين ورا، وحتى احنا قلناها المره اللي فاتت، احنا ممكن الكابتن شوقي في بعض الاوقات يزق حد، يزق رمضان بيكم اللي هو الاقرب. صح. يعني للاعب الملعب مظبوط، ويوم جاي زائق. طيب. ناصر ماهر او عمار حمدي اللي هو قدامنا. انا اتفق معاك، بس ايهما افضل، انك تقطع الكره من نص ملعب الخصم او من نص ملعبك، ولا تنتظر الكره تروح للثلاثي الدفاعي بتوعك؟ انهي افضل بالنسبه لك في الطريقه في الناحيه الدفاعيه؟ ان نقطع من نص ملعب ده وضع طبيعي جدا. ده معنى ايه؟ ان تاخير الثلاثه المدافعين في بعض الاوقات ما بيكونش ميزه، بيكون عيب. انا مش يعني انا مش بتكلم بشكل وحش على طريقه اللعب، لكن انا بقول لك مفاهيم الطرق يعني اللي هتلعب بيها، انهي واحده المفترض ان هي تكسبك، انهي الافضل بالنسبه لك اللي تناسب امكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده عندك. انت النهارده منتخب غانا هو افضل خط عنده هو خط الوسط اللي بيستحوذ ويمتلك ويعمل السرعات. هل انت ممكن تجاري المنتخب ده في نص ملعبه وتقدر تلعب وتقطع كره في نص ملعب؟ اللعيبه بتوع الثلاثي بتوع نص ملعب بتوع كده ممكن يعملوا الحته دي بشكل جيد؟ تمام. بس احنا كابتن شريف شفنا المباراه السابقه ان واحد زي رمضان صبحي، حتى كلنا علقنا، عشان انا بكلم بس بلال كتير لانه كان معايا الحلقه السابقه، رمضان صبحي كان المسؤوليه اللي كانت واضحه عليه ان هو كان بينزل لغايه تحت 18. صلاح محسن نفس الكلام، كانوا بينزلوا مصطفى محمد نفس الكلام كان بينزل لغايه تحت، وبالتالي الكابتن شوقي غريب بيقفل الخط الوسط بتاعه من خلال الاطراف بتاعته اللي هم صلاح محسن ورمضان صبحي، لما ينزلوا يبقوا مع عمار واكرم توفيق ووراهم لسه كمان ثلاثه واثنين على الاطراف تاني. ومع ذلك هو ما عملش عمليه ضغط تاني تايم كويس قوي على مالي، بقت مالي هي اللي بتستحوذ في نص الملعب وعندها حريه الحركه وحريه البصير يعني. ف انا شايف ان هو من النهارده
لازم يغير الاسلوب ده ويدي تعليمات انك انت لازم تضغط على اللعيبه دي، وانت الاطراف بتاعتك لازم تطير اول ما انت بتقطع الكوره. هو ده الحل الوحيد ليك، لانك انت عندك زي ما تقول صلاح محسن ومحمد مش هيستغلوا اي فعاليات ليهم الا اذا كان في كورات عرضيه هتحصل زي المره اللي فاتت على فترات وفترات متباعده، يعني كل ربع ساعه لما كنت بشوف حد بيروح ناحيه ال 18 بتاع مالي. فاحنا هنا لازم اللي زي ما قال بلال استحواذ وضغط على الخصم، الضغط على الخصم ده هو اللي هيخليك موجود في الملعب، ولازم تستغل ميزتين، ميزه انك انت بتلعب في ارضك والملعب ملعبك وجماهير معاك وعندك حريه التصرف زي ما انت عايز، وترقص واحد وترقص اثنين. رمضان لازم اشوفه في شكل تاني فعال زي ما انت بتتكلم، ان النهارده كان بينزل لغايه تحت لان ما كانش فيه السبورت. اول ما ناصر ماهر راح خلاص رمضان بقى عنده مسؤوليه كبيره جدا في الملعب، ازاي يعمل المعادله الصعبه جدا ان هو يوفر ناقل الحركه من ناحيه الشمال بالنسبه للعيبه، ويقدر يعمل لغه بينه وبين اي حد بيجي معاه في هذه الجهه، واللي كان بيحاول مصطفى محمد يعملها فما كانش بينفع. كان حتى ادى تعليمات لو شفته تاني تايم لصلاح محسن يروح ناحيه الطرف اليمين، حسيت ان صلاح محسن بيلعب ناحيه اليمين بس ما بيخشش جوه ناحية، وبيعمل كان كان كريم العراقي، كريم العراقي وكان ناصر ماهر عمار هو اللي كان لما نزل حاله استفزاز للعيبه ناحيه اليمين، وخدها واصر ان هو يعدي اكثر من مره بشكل برينتر زي ما بتقولوا، في شكل عايز يعمل اي حاجه. ما هو الشكل ده لازم يحصل لازم يحصل زي ما بيقول بلال بميكانيزم، يعني لازم يحصل باسلوب، اسلوب ان انا بزحف بكل خطوطي ابقى مضغوطه مع بعض، حتى لما هم يستلموا الكره ابقى انا قريب من الراجل اللي بيستلم الكره، ما بقاش بيني وبينه خمس ست ياردات. تمام، عمليه الضغط لازم تبقى اساسي. تكمله لكلام كابتن شريف، هي مشكله منتخب مصر المباراه اللي فاتت حتى كمان في التحركات. ايه احنا بنقول ده ليه؟ عشان نتلاشى الحاجات السلبيه اللي كانت عشان ما يحصلش اللي حصل في المباراه اللي فاتت. احنا مش بنقطع افريقيا بالزبط. كمان هم افريقيا اللي هي الكبار يعني بالظبط. انت المنتخب المصري في الدفاع يا كابتن بيلعب في 45 متر، في الهجوم بيلعب في 90 متر. لو ركزت المباراه اللي فاتت اسلام، احنا دفاعيا بنلعب في 45 متر زي ما انت قلت من شويه، قلت رمضان صبح بينزل وصلاح محسن بينزل حتى بيعملوا مجهود، ومصطفى محمد بينزل بيعملوا مجهود رهيب جدا في الحاله الدفاعيه. في الحاله الهجوميه بيظل الثلاثي الدفاعي موجود على خط 18 بالظبط، ويعمل عمليه الاسترتش هما بس الثلاثه اللي موجودين قدام، فبالتالي مصعب الدنيا بشكل كبير. لازم يبقى في تحرك خلف الكره على طول، جماعي، تحرك جماعي من بدايه بالظبط، عشان تقدر يا كابتن كمان تقطع الكره في نص ملعب الخصم. انا طول المباراه طول ما انت عمال ترجع، اولا يعني هتستنفذ الطاقه والقوه البدنيه واللياقه البدنيه بتاعه الثلاثي الامامي مصطفى محمد ورمضان صبحي وعمار حمدي ومصطفى محمد، هتستنفذ اللياقه البدنيه بتاعتهم. انا بجري في 90 متر غير ما بجري في 45 متر. النهارده انت تتفرج على ليفربول بيلعب 4 3 3، صلاح النهارده وماني ما بيحدوش نص الملعب بتاعهم في الحاله الدفاعيه. فكرتني بكره رمضان صبحي مسك الكره وفضل واقف مع الراجل بتاع نص دقيقه عايز يرقصه. طب انا فين اللعيبه اللي بتتحرك لي؟ اللي هو كان زي علي معلول بيجي علي يعني جال واحد واقف جنبه وعمل نفسه فينت كده ورجع له تاني. الراجل عايز يعمل بس يعني اي شكل هجومي وياخد 1 2 ويجري يكمل هو بقى يروح على الجول ويرقص ويلاقي هو الجون يعملها بالعرض يجيبها جول. تمام، الحكايه دي لازم اللعيبه تتحرك لبعض حسب تعليمات الجهاز الفني يكون شايف كمان الكلام ده. كابتن هنرجع للمشكله برضو اللي احنا بنقولها. احنا من التشكيل اللي موجود قدام ايا كان الترتيب اللي هم مرتبينه، فين صانع الالعاب اللي موجود؟ من المفترض ان يكون عمار حمدي. عمار هل عمار عنده القدره دي في الحته دي؟ لان هو ده الفيصل في كلامنا كله. استحواذ الكوره ونقل الكوره في الحاله الهجوميه من المدرب. معلش انا هرجع لو حضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا كده هيرجعني لايه؟ للاختيارات. انا المدرب، انا اللي عارف انا بختار مين. على فكره كابتن شوقي غريب نفس المشكله بتاعت الفرقه الكبيره 100% عارف ان هو هيلعب 3 4 3 كويس، وعارف ان هو هيلعب ناصر ماهر والبديل بتاعه او اللي هيلعب مكانه لو كان حصل له حاجه كان هيبقى هو عارف الكلام ده. على فكره ما احنا مش كل بقى مره اسلام هنقول الاختيارات ونرجع نعالج. لا ما اقصدش على ان هو فاهم، انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على المدربين اللي ماسكين. يعني انت بتختار الاول اختيارات وبعدين بترجع في الملعب تبقى محتاج افراد معينه مش لاقيها عندك. ده من وجهه نظرك بس او من وجهه نظر بلال او من وجهه نظر كابتن شريف، لكن من وجهه نظره هو كابتن شوقي كويس. انا شايف ان عمار يقدر يؤدي الدور ده. يبقى يعني لما نزل المره اللي فاتت المباراه اللي فاتت ما كانش هو صانع الالعاب اللي يستلم الكره يا بلال من تحت ويلعب ناحيه اليمين وناحيه في نص الملعب اللي هو اللي احنا نعرفه طول عمرنا الراجل بتاع نص الملعب اللي هو مجدي قفشة عبد الله السعيد الناس دي. ده مهم جدا تريكا. من اهم الاماكن في في في, في الملعب هو المركز ده، هو ده الفيصل في دفاعك وفي هجومك على فكره الربط. مش كمان لغه الربط بين الخطوط هي دي النقطه. انت هتستحوذ ازاي
والناس هتبني عليك وهتطلع ازاي اذا كان واحد يتقل على الكوره ويستنى يا بلال ويطلع الباك ليفت ويطلع الباك رايت ويطلع الناس وبتاع. ما ينفعش انت ما بتلحقش، انت بتلعب كره طويله تترد عليك، يقفوا بتوع منتخب مالي تروح انت واقف ورا هتلعب ازاي؟ انت الاستحواذ ده اللي بيخلق للعيبه المساحات والطريقه اللي ممكن يخترق بيها من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. ونيجيريا اتغلبت كده، انت فاهم انت فاهم ازاي؟ وبعدين انت برضو انا في مشكله برضو عند المنتخب، عمليه لازم الولاد برضو يعني يبقى في توزيع للجهد يا بلال. شفنا برضو الشوط الثاني مع مالي، مالي هي اللي مستحوذه وعامله وعندنا كرامبات وعندنا مشاكل. الظاهره دي موجوده على فكره في المباريات كلها بالظبط، يعني الحقيقه مش في منتخب مصر بس بالظبط، عشان ما بتوزعش مجهودك صح. وظاهره انت عارف ظاهره كمان الاهتزاز المستوى موجوده في الثمن في كل انا عايز انا عايز يعني يعني لو حللنا الدور الاولاني كده يعني او الجوله الاولانيه بسرعه هتلاقي فيه اولا يعني بصراحه منتخب مصر انا الفرقه الوحيده اللي شايفها بتلعب بحماس وعايز تعمل اي حاجه بالظبط كده، انما الفرق الثانيه بتحس انها ليزي معظمهم بيلعبوا على القد ومفيش مشكله على حسب رتم الماتش ما هو شغال. انا شايف ان منتخب مصر افضل منتخب افضل فريق حتى هو وحش، خلي وده لمصلحتنا ان احنا كنا متوقعين كلنا نشوف مستويات اجمد من كده بكتير بالظبط، سواء مالي اللي كنا مرعوبين صح. منها سواء غانا الكاميرون الفرق الثانيه زامبيا مثلا عملت مجهود جامد قوي الشوط الاولاني وان سايد جيم مع جنوب افريقيا والشوط الثاني مش قادره، ماتش كان يعني بصراحه انت فاهم يعني معظم الفرق مع ان زامبيا ومالي دول من اول الناس اللي كانوا مرشحين بالظبط. نتمنى ان الفرق تكون كلها شافت بعضها، حسوا بالمسؤوليه اكتر، خلاص احنا بنقرب الجوله الثانيه عليها عامل كبير قوي يا بلال في الصعود طبعا، يعني او في النسب في نسب الصعود صح. فلازم يبقى فيه شغل، وزي ما بقول لك حمى البدايه خلاص خلصت، اللعيبه خلاص اللي ما خدش على الجمهور شاف جمهور المره اللي فاتت، واعتقد النهارده برضه هيبقى في جمهور، لازم الناس تركز شويه وما تستعجلش. انت الاول كنت لسه مش عارف، انما دلوقتي انت معاك ثلاثه بوكت وبتلعب مريح، المفروض اللي تسربع الناحيه الثانيه انت ممكن السربعه بتاعته دي تستغلها انت بقى. تمام كابتن شريف، عايز اسالك عن اهم الاوراق الرابحه عندنا الفرقه كلها، عندنا اوراق رابحه كلها لازم، لو حصل خلل فينا النهارده مش هيبقى شكله كويس. الرابح اكتر ان حتى لو انت طلعت درون النهارده بقى عندك اربع نقاط، محتاج درون مع كاميرون بس انت والكاميرون تخش صح. فدي ميزه برضو، فميزه ان زي النهارده زي ما بيقول الحشيش الريتم، انك انت ما تبقاش رتمك سريع على الفاضي، انهاك للقوه اللي عندك صح. بنشوف بعض كويس قوي، بنقرب لبعض الثلاثيات. فانا النهارده بتمنى رمضان صبحي زي ما انت بتسالني وصلاح محسن ومصطفى محمد يترجموا لي شكل هجومي يعمل اهتزاز شويه للغانا ما يخليهاش تبقى فرد الملعب قوي، فبتمنى ان الثلاثه دول ان شاء الله النهارده يترجموا لي اهداف يخلوا شكل منتخب مصر. هم دول الاوراق الرابحه بتاعتنا، يعني اعتقد ان هم دول كمان اللي ليهم احتكاكات في الدوري المصري مع فرق اقوى من غانا وخصوصا من ان انت هتلاقي وخصوصا شايف ان انا معتقد ان النهارده غانا هتبتدي ضغط على الفريق المصري، فاعتقد ان هيبقى في مساحات يقدر من خلالها صلاح محسن ومصطفى محمد ورمضان صبحي ان هم يعني يلاقوا يا بلال فرص للتهديف. انا شايف النهارده اكتر من المباراه السابقه ان شاء الله. يعني طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. اخيرا يا كابتن شريف، منتخبنا قادر على ان هو يفوز في هذه المباراه باذن الله؟ باذن الله، يكون بس حالته الكفرنج اللي عمله وبعد الماتش اللي فات انا شفت سبرنتات وشفت شد وشفت حاجات، يكون حالته البدنيه النهارده فيها قوه ان شاء الله. هم عندهم كوره زي ما انتم قلتوا ان هم يقدروا تمام يعملوا صحيح. حاله فوز. كابتن شريف، كابتن الاعصاب لازم تبقى هاديه عشان اللعيبه تعرف تلعب وتعمل سيناريوهات للماتش وتبتدي الماتش شوط بشوط، قادرين ان شاء الله باذن الله هم يكسبوا يعني. كابتن بلال، منتخب مصر قادر، لازم الاول نتحرر من الضغوطات اللي موجوده علينا، دي رقم واحد. لازم طبعا الكابتن شو غريب هو ادرى طبعا بالمنتخب بتاعه، هو اكيد عارف درس كويس منتخب غانا، لازم يستغل نقاط الضعف، لان المباريات اللي زي كده مباريات الكؤوس بتلعب على بعض نقاط الضعف، لو قدرت تستغلها تطلع كسبان المباراه. المباراه اللي فاتت كنا بالنادي بنقول عايزين اداء واهداف، النهارده مطالب ان انت يبقى عندك اهداف اكتر من الاداء عشان تقدر تصعد بعد كده. يعني عندك بعد كده المباراه ممكن تكون تحصيل حاصل بالنسبه لك المباراه القادمه، لكن النهارده بتلعب منتخب اقوى من منتخب غانا، يعني منتخب مالي اقوى من منتخب غانا، اقوى من منتخب مالي بكتير من وجهه نظري الشخصيه. يعني المباراه مش هتبقى سهله الا اذا اللعيبه سهلتها كابتن، الا اذا كان في ضغط عليهم، ونستغل كل فرصه تتاح لنا ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاولمبي ان شاء الله في هذه المباراه، ويسعدنا جميعا كمصريين كل المصريين اللي قاعدين بيتفرجوا على المنتخب ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده. هسيب حضراتكم مع
تقرير عن لعنة الإصابات الحقيقة اللي أصابت وتطارد منتخبنا الأولمبي. بعد كده هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراة، وبعد المباراة مباشرة هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة مع النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، والنجم الكبير كابتن أحمد بلال بعد نهاية المباراة. لعنة الإصابات عصف بنجوم الفراعنة الصغار في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، لتتلقى كتيبة شوقي غريب أكثر من ضربة موجعة مع افتتاح البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. تنوعت الإصابات التي طالت صغار الفراعنة، فمن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وحتى الإجهاد. تلقى أبناء غريب أكثر من ضربة مؤثرة، هو ما أثر بالتأكيد على شكل وأداء المنتخب في البطولة، وعلى الرغم من الفوز المهم الذي حققه المنتخب أمام مالي بهدف نظيف في الجولة الأولى، لم يكن الأداء على المستوى المنتظر من الجماهير المصرية. منذ إعلان قائمة الفراعنة المشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 سنة بدأت الإصابات تتوالى على نجوم المنتخب. بدأت الأخبار بإصابة محمد محمود صانع ألعاب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد ساعات من إعلان اسمه بقائمة منتخب مصر. المحزن في الأمر أن اللاعب لم يكد يفرح بعودته من الإصابة بالصليب حتى تعرض لنفس الإصابة اللعينة بعد عودته وقبل مشاركته في مباراة رسمية واحدة مع الأحمر. أما طاهر محمد طاهر فحدث ولا حرج، حيث وبعدته إصابة الخلفية عن المشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي ليغيب مجددا قبل انطلاقة البطولة بساعات عن قائمة الفراعنة لإصابته بتمزق، وكذلك محمود مرعي الذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وتم استبعادهما من قائمة الفراعنة ليلة مباراة الجولة الأولى وقبل ساعات قليلة من انطلاقة البطولة. أما ناصر ماهر فتعرض للإصابة بخلع في الكتف ليخرج من المباراة الافتتاحية باكيا، تم استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة بسبب هذه الإصابة، وذلك بعدما كشفت أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية التي أجراها اللاعب على مفصل الكتف وجود تهتك بالأربطة الأمامية وقطع بالحافظة الأمامية للمفصل، وتم تثبيت المفصل بواسطة دعامة خاصة يحتاج اللاعب لفترة راحة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع للعودة للتدريبات. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن يعاني أكثر من لاعب من الإجهاد في مقدمته مصطفى محمد الذي يعاني من إجهاد في السمانة، وأيضا صلاح محسن الذي يعاني من إجهاد عام، ولكن تم عمل جلسات استشفاء لهما ليتم الاستعانة بهما في مباراة اليوم حسب رؤية الجهاز الفني. ريمونتادا تاريخية لمنتخبنا الوطني أمام منتخب غانا بيفوز بثلاثية مقابل هدفين. ألف ألف مبروك، 3 نقاط هامة وأداء ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل من كده الحقيقة، خصوصا في الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. رمضان صبحي أفضل لاعب في المباراة ويستحقها عن جدارة واستحقاق في واحدة من أفضل مباريات رمضان صبحي خلال الفترة الأخيرة. ألف ألف مبروك للكابتن شوقي غريب، ألف ألف مبروك للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي، هذا الأداء الرائع والتأهل رسميا للدور قبل النهائي لهذه البطولة. ألف مبروك يا كابتن شريف، ألف مبروك يا كابتن حشيش، ألف مبروك يا كابتن بلال. أعتقد 3 نقاط هامة جدا وأداء ولا مفيش أحلى من كده الحقيقة النهاردة، أداء وروح وكل حاجة. الحقيقة بقالنا فترة ما فرحناش كده. هي مباراة فيها سيناريو يخليك تفرح بالأداء وبالتغييرات وبكل حاجة الحقيقة، وبأداء مغاير تماما عن المباراة الأولى. يعني زي ما اتفقنا ان الحكاية بتبقى تصاعدية، يمكن نتيجة تأخر منتخب مصر جعلت شوقي غريب يرمي كل تقل اللعيبة اللي موجودة، فيكتشف عبد الرحمن مجدي هذا الأداء اللي هو الحقيقة جناح طاير وبشماله وعنده ثقه وبيعمل كل حاجه، او يمكن كل اللي قاله شوقي غريب وتمناه في هذا التغيير حصل،
والتغيير ده اللي غير نتيجة المباراة لصالحنا. بس زي ما احنا متفقين كلنا واحنا بنتفرج مع بعض ان منتخب مصر عمل شوط تاني من اجمل الاشواط اللي احنا اتفرجنا عليها، وخاصة رمضان صبحي بالاداء هو وبالفتوح الحقيقة من اول مباراة لاخر المباراة عاملين مجهود عالمي، مجهود يعني يبشر الحقيقة ان شاء الله ان هم يكونوا في الاولمبياد باذن الله. فانا ببارك لهم، والمباراة الجاية بقى هيبقى لها سيناريوهات تانية، والمباراة اللي بعدها ان شاء الله يبقى احنا بنكتف الفرق كلها وبندي رسالة جامدة جدا النهاردة ان احنا باذن الله في الاولمبياد. عندك مباراه واحده بس يا كابتن اسلام بتكسبها ان شاء الله، يا توصلك فاينل يا بتخليك في الاولمبياد. فانا بشكر اللعيبه كلها الحمد لله النهارده على الاداء الجيد والرجوله، بيلعبوا فرقه مش سهله، لعيبه عندها رتم وعندها اداء وعندها قوه وعندها شوتينج وعندها كل العناصر اللي هي كانت ممكن تغير مباراه في اي وقت، وهم قدموا علينا واحنا فاكرين بخطا من عندنا يعني، انما كويس قوي ان اللعيبه وقفت على رجليها تاني وعندها ثقه في نفسها والجمهور كان بيدعمهم تدعيم كامل، فالف مبروك النهارده الحمد لله. كابتن حشيش، فرق كبير جدا ما بين مباراه اليوم والشوط الثاني في مباراه المره السابقه امام منتخب مالي ومباراه اليوم خصوصا الشوط الثاني. في الحقيقه في البدايه طبعا بنقول مبروك لمنتخب مصر، في اكتر من ايجابيه خلال المباراه بتاعه النهارده. بدايه المباراه قلنا السيناريو بتاع الماتش اللي فات هيتكرر، وللاسف المباغته اللي في الاول اللي هو برضو بخطا من الديفنس او الدفاع المصري جابوا غانا جابت الهدف الاولاني وتفوقت، عمل خضه شويه في الفريق، ما قدرناش نمسك نفسنا الا على يعني بعد الهدف بشويه كده بعدها يمكن مثلا حوالي 10 دقائق ربع ساعه، بس برضو ما كانش اللعب باستحواذ، في صانع العاب بيبقى موجود يقدر يبني هجمات، ما كانش فيه الناحيتين بيشتغلوا في الناحيه الهجوميه زي مثلا الناحيه الشمال كان اعتماد كلي على الناحيه الشمال لتفوق ابو الفتوح ورمضان، الناحيه اليمين كانت واقفه ما فيش الا الباك رايت يعني بعض الكرات اللي بيكمل فيها. السيناريو لما تعدلنا السيناريو برضو اتكرر في بدايه الشوط الثاني، يعني الاهداف اللي جت في مصر الحقيقه كانت في اوقات قاتله تهم الفريق. خليني اقول الاوقات، دقيقه 6 ياو يبوا بيحرز هدف في غانا الاول، ثم الدقيقه 17 مصطفى محمد في هدف في غانا يحدث التعادل بهدف لكل فريق، ثم مع بدايه الشوط الثاني صامويل اوبيانج بيحرز هدف غانا الثاني، ثم رمضان صبحي في الدقيقه 82 بيحرز هدف التعادل، ثم في الدقيقه 88 احمد ياسر ريان بيحرز هدف الفوز وهدف الثلاث نقاط وهدف التاهل للدور قبل النهائي. زي ما بقول لك الاهداف كانت في توقيتات صعبه قوي يعني تقتل اي فرقه، دقيقه 6 من بدايه المباراه وفي بدايه الشوط الثاني دقيقه 46 برضو حصلت لخبطه نتيجه برضو الخطا ثاني، الاجوان اللي جت في مصر الحقيقه مش يعني اهداف مش ملعوبه، هي غلطات في تمركز المساكين وخصوصا طبعا الخطا اللي هو الكبير من برضو بتاع الجون او الهدف الثاني. اللعيبه ما ابتدتش تلعب، منتخب مصر قال لما حسوا بالخطوره بقى. ايوه الحقيقه من الدقيقه مثلا يعني اخر نص ساعه بالتحديد المنتخب المصري عمل كل حاجه في الكوره، ابتدت اللعب والاستحواذ وفي صانع العاب بيلعب، ابتدت الجبهه اليمين كمان تشتغل بعد التغيير اللي اتعمل بنزول بالظبط كده عبد الرحمن مجدي، فرق كبير كتير جدا خلى برضو في خلخله في دفاع غانا، بقاش تركيز على الهجوم من ناحيه الشمال بقى ناحيه الشمال وناحيه الهجوم، كان في تنويع في الهجمات، اختراق من النص مع تصويبات من بره ال 18، لعب من ناحيه اليمين ناحيه الشمال، يستحق المنتخب ان هو فعلا يتعادل في الدقيقه 82 واحمد ياسر، يمكن انا كنت قاعد مع شريف فبقول له احمد ياسر بقى اللي هيجيب الجون، وفعلا برضو اتلعبت في الاخر في اخر دقيقه، لان الحظ برضو ادى للمنتخب المصري نتيجه للعبه ونتيجه لانه كان متفوق في الاداء وفي كل حاجه. الغريبه وده الحمد لله اللي حصلت يعني تراجع في اللياقه البدنيه بتاع منتخب غانا، يكاد يكونوا وقفوا خلال نص ساعه، طبعا تفوق من المنتخب المصري بس برضو ظاهره غريبه اللي كنا بنتكلم عليها بلال قبل
المباراة ان اللياقة البدنية بتاعت معظم الفرق يعني بتيجي الشوط الثاني وبتبقى يعني بتريح او بينزل منسوب كبير جدا منها. ده اللي برضو زود التفوق الكبير لعيبة منتخب مصر. انت تحس ان الفرقة في الشوط الاولاني غير الثاني خالص، فرقة تانية خالص بتعمل كل حاجة اللي احنا اتكلمنا عليها او اللي احنا قلنا المفروض تتعمل. بعد الخسارة انك ترجع، الرجوع ده تصميم اللعيبة وحماس. انا واخد حاجة بس على الجهاز الفني، ودي لاحظتها الماتش اللي فات والماتش ده. اللعيبة جوه الملعب بتاخد حماسها وتركيزها من الجهاز اللي بره. طبعا ما ينفعش ان كل الجهاز يوجه اللعيبة في وقت واحد. شايف انا كابتن شوقي غريب وكابتن محمد شوقي معتمد جمال، الناس كلها بتوجه وبتكلم وبتاع، ما ينفعش. لازم يبقى اهدى من كده، لازم واحد بس هو اللي واقف على الخط، هو اللي بيوجه اللعيبه. انما النهارده بنديهم يعني تعظيم سلام للرجوع للمكسب والاداء الرائع والتاهل ان شاء الله. وده برده بيدي انطباع للفرق اللي جايه طبعا بيدي انطباع برده للفرق الجايه ان فرقه منتخب مصر لما تكسب فرقتين مالي وغانا من الفرق اللي كانت مرشحه، دي حاجه كويسه قوي. كابتن بلال، اذا كان هناك من يستحق الاشاده في هذه المباراه مع رمضان صبحي واحمد ابو الفتوح، فاعتقد ان الكابتن شوقي غريب النهارده يستحق كل الاشاده، سواء بدايته في المباراه او حتى تغييراته النهارده. الحقيقه كل اللعيبه الحقيقه النهارده سبيريت عاليه جدا يا اسلام، تفوقوا على نفسهم النهارده في الشوط الثاني، برغم ان احنا يمكن قلنا ان الشوط الثاني هيبقى مختلف شويه، معدل اللياقه البدنيه هيقل لعيبه منتخب مصر نظرا للمجهود الكبير اللي اتبذل، ولكن واضح ان الروح كان ليها مفعول السحر. ايوه في الشوط الثاني واضح ان اللعيبه كان عندها اصرار غير عادي. النهارده كابتن شوقي غريب يمكن خرج من العباءه بتاعته، كابتن شوقي غريب المباراه اللي فاتت وحتى في سباق المباريات الكتيره اللي قبل كده الاداء النمطي والتشكيل العادي، النهارده بيختلف تماما. كابتن شوقي غريب النهارده بيغير طريقه اللعب، وده اللي احنا نادينا بيه في كل يعني في كل المباريات اللي فاتت، قلنا ان لابد ان يبقى في تغيير داخل الملعب، تغيير في طريقه اللعب نفسها، تغيير في التاكتكس، تغيير في الميشنز الابتدائيه للعيبه. النهارده في وقت من الاوقات منتخب مصر بيلعب 4 2 4 او 3 2 3 1، فاهم قصدي؟ وفي بعض الاوقات بنشوف 2 سترايكر كابتن، زي ما حصل النهارده في التغيير بتاع احمد ياسر رهاني، النهارده كان بيلعب جنب مصطفى محمد ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، يعني 4 في الحته الهجوميه. فالنهارده شفنا تغيير كتير في التاكتكس اللي اشتغل بيه كابتن شوقي غريب. تغييراته النهارده التوقيت بتاعها توقيت مثالي الحقيقه بالنسبه لي. النهارده ما صبرش كتير على التغييره الثانيه بتاعت عبد الرحمن مجدي الدقيقه 66 الدقيقه 66 ابتدى يعمل التغييره. كابتن حته المجازفه، بتلعب على ملعبك وسط جمهورك، طبيعي انك ما تخافش، طبيعي انك يكون ادائك راقي بالاداء اللي احنا شفناه الشوط الثاني. الشوط الاول يعني ده شوط، والشوط الثاني شوط مغير تماما في الاداء، في الروح، في التاكتكس، في الامكانيات، في الدوافع كمان اللي كانت موجوده عند اللعيبه. النهارده بص كمان شوف الفرحه بتاعت رمضان والفرحه بتاعت كابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب هيعيط النهارده، انت ما صعدتش للاولمبياد تمام كل حاجه، ولكن يعني عارف احساس ان انت عايز تحقق حاجه تمام، اعتقد انه ده اتنقل من كابتن شوقي غريب للعيبه داخل الملعب، وده الاهم وده اهم حاجه. انا مع كابتن في اللي بيقوله، كل اللي بيقوله حته انك انت ما تخليش اللعيبه المدربين كلهم يدوا تعليمات، ولكن دي برضو بتبقى ساعات كده كابتن بتبقى تخرج عن النطاق عشان الروح اللي موجوده عندك انت كله عايز يشجع. النهارده انا مش شايفها مباراه تكتيكيه، انا شايفها مباراه حماسيه يعني فيها روح وقلب. بالعكس انا شايف ان النهارده مباراه تكتيكيه على الطراز الاول. انا شفت طبعا ده طبيعي التغييرات طبعا. رمضان صبحي بوجهه نظري رمضان صبحي يستحق ان يكون هو الافضل في هذه المباراه، هو نمره واحد واحمد ابو الفتوح نمره اثنين، ده مش هنقدر نتكلم فيه، ولكن وجهه نظري ان الكابتن شوقي غريب يستحق ان يكون الافضل في هذه المباراه بسبب اشياء كثيره جدا، الضغط ووقفته وتغييراته وكلامه. انت بقى الحاجه الجديده اللي انت بتقولها دي مهمه جدا، اللي هو ان انا عندي حاجه عايز اوصل الاولمبياد، فانا نقلت ده للعيبه وبالتالي يستحق 10 من 10 في هذا الموضوع. ده اللي احنا اتكلمناه في البدايه. انا قصدي اقول مش مفيش تاكتكس، لكن عايز اقول ان الروح العاليه قوي غطت على كل حاجه، بتغلب على حاجات كتيره جدا في المباراه. بس هي الروح العاليه دي جايه منين يا بلال؟ من المدير الفني بس كده. وده ما احنا البكا اللي بكاه كابتن شوقي غريب بعد تسجيل الهدف الثالث، مع انه ما صعدش للاولمبياد لسه برضه، ولكن ده يديك معنى ان الراجل ده بيشتغل مع اللعيبه نفسي بشكل رائع جدا، بيشتغل نفسي مع اللعيبه بشكل عالي قوي، اهل اللعيبه نفسيا. النهارده
كل الكرات المشتركه، بالرغم ان منتخب غانا كابتن عندهم اطوال وعندهم قوه وعندهم، ولكن كل الكرات المشتركه تقريبا 90% لصالح لعيبه المنتخب المصري. لو ما خدتهاش بتعمل فاول عليها، وهو ده الشغل الجديد اللي شفنا النهارده المنتخب الاولمبي بيشتغل عليه. فالنهارده نجاح في التغييرات، في توقيت التغييرات كمان بالزبط. في تغيير نمط اللعب بتاعك، في تغيير كمان طريقه اللعب اثناء الجيم، ودي الحاجه الاهم والافضل والنهارده تفوق فيها شيء غريب بشكل كبير جدا جدا، ان ازاي النهارده يعتمد فعلا او يشتغل على الطريقه اللي هو بيلعب بيها. النهارده اشتغل على الكرات العرضيه، وده اللي كنا بنفتقده. انت كنت دايما بتلعب مستني فرصه زي بتاعه مصطفى محمد زي الشوط زي الهدف الاول او الجول الاول. النهارده انت بقى عندك 3 4 مصطفى محمد داخل ال 18. كل الكرات العرضيه النهارده اللي بيلعبها منتخب مصر لصالح مهاجمين منتخب مصر، نظرا للزياده العاديه اللي موجوده، عشان بتلعب باثنين سترايكر واثنين وينجين واثنين وينجرز، واحد فيهم بيضم والثاني هو اللي بيشتغل من ناحيته، سواء اذا كان عبد الرحمن مجدي او رمضان صبحي. عبد الرحمن مجدي وتغييرته احداثت فارق كبير جدا للمنتخب المصري النهارده. برافو عليك. لكن انا في النقطه دي يا بلال، ما هو عشان كده انا بقول ان الكابتن شوقي غريب يستحق ان يكون الافضل في هذه المباراه. طبعًا. اذا كنت هتاخد الافضل من خارج اللاعبين، لان رمضان برضو النهارده الحقيقه مش عايزين نتكلم عنه كتير، لانه يعني حتى هيرو بصراحه النهارده. النهارده هيرو. برافو عليك. هو البطل في هذه المباراه. عارف ليه اسلام كمان في الحته دي؟ لانه قدر يتحكم في اعصابه ويركز وهو خسران. بالظبط. يعني تبقى صعبه جدا انت خسران على 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 ملعبك، هو وخسران الحياه يا كابتن. ده كله الفرحه اللي بعد اللي هي ايه، هجيب التالت، هي دي اللي خلتني ابقى قاعد لغايه اخر سنه. الاولاني يا اسلام مصر ضيعت اكتر من كوره، ثلاث اربع تجوال، فحز عليهم قوي ان هم حتى الجول اللي دخل فيهم في عدم وجود حتى شوقي غريب كان بيلف الملعب او مكان فين او كان بيعمل اي حاجه يعني ما نمسكش في حاجه زي كده، ان الراجل فوجئ بغلطه هو ما شافهاش حتى. معلش يا جماعه، ممكن يكون يعني دخل يعني مش اي حاجه اي حاجه موجوده يعني. فالراجل اتخض كمان يعني يعني. هو الجهاز الفني مضيع الماتش من اول شوط، كنت انت احسن في اول شوط، تقدر تيجي هم حبوا ياخدوك ويبعدوا بيك ويلعبوا كره ميته على الارض ويسحبوا، انما كنت الحماس اللي انتم بتتكلموا عنه كان الحقيقه طغى على كل حاجه. صح. عمل احباط لفرقه غانا، مش عارفين يعملوا حاجه. لا كمان صح، ورمضان افقد ثقه الدفاع كله. لا لا لا، ده رمضان مش عارفين يعملوا. شفت الراجل لما حط الكره في الكورنر وهو جاي له رمضان واحمد، انا مش عايز انسى احمد ابو الفتوح لان النهارده ولا غلطته ولا بس رمضان الحقيقه النهارده يعني كابتن الفريق ويتحمل مسؤوليه كبيره جدا جدا وكل حاجه. والله انا ما عايز بس اتكلم عشان ده اللي اتمناه عشان الاهلي اتمنيناه قبل لكن دي الحقيقه دي واضحه. وبعدين ما هو الاتحاد الافريقي اللي اختار، هو طبعا اختاروه افضل لاعب يعني ف ده عمل مجهود كبير. وبالتالي انا بس كمان اللي عايز اقوله في كابتن شوقي غريب، ليه برضو يا بلال انا بقول الكابتن شوقي غريب النهارده؟ لان تغيير عبد الرحمن مجدي واضح ان في حاجه متقلاله. صح. يعني انا اول ما نزل قلت لحضرتك يا كابتن حشيش، قلت لك في حاجه متقلله، هياخد لجوه ويشوط. عملها كم مره؟ اربع مرات، اربع ثلاث اربع مرات غير العرضيات. لا والعرضيات اقل لان هو مركز واخد تكليف بكده، واخد تكليف ان هو يخش يطلع من على الخط، يخش لجوه يشوط، يخش مع الخط يطلع لجوه يشوط، امكانياته كده. فده ده اللي خلانا نكسب. ده معنى ان كابتن شوقي غريب حافظ لعيبته. كابتن شوقي غريب منبه عليه اعمل كذا. فعشان كده انا بقول لك كابتن شوقي غريب النهارده من وجهه نظري يستحق ان يكون الافضل في هذه المباراه بعد رمضان. هي تغيير المكسب، التغيير دي تغيير المكسب، لان هقول تاني انها ما بقتش هجومك من ناحيه واحده، بقى من ناحيتين. لما يكون الديفنس مركز على ناحيه واحده ان كل الخطوره يا بلال من الناحيه دي بس، واتفاجئ بخطوره من الناحيه الثانيه كمان بيحصل خلخله، كمان مش عارف اقفلها. يعني انا يعني بتاع غانا المدرب منتخب غانا حط واحد واثنين وثلاثه ومش عارف يقفلها. صح. هي قدره كمان رمضان، قدره رمضان. انا بصراحه الباكرات بتاع غانا ده مش على بتاع الماتش الجاي بقى يقعد يريح. لا خلاص بصراحه استوى يعني النهارده يعني استوى. مش ممكن كل كره رايح له ورايح له يعني. انا بس عايز اقول حاجه ثانيه يا اسلام، الحقيقه حصلت النهارده ما كناش بنشوفها قبل كده او ما شفناهاش كتير قبل كده مع المنتخبات. النهارده لما بتسجل الهدف الثاني تلعب مع غانا برضه فرقه عندها امكانيات، انت عندك يعني عندك الرغبه يا كابتن انك تسجل الهدف الثالث. صح. يعني كان من طبيعه الحال انك ترجع ورا بقى وتقفل شويه وتلعب بشكل وترتدي بالتعادل شويه بالظبط، لكن خلاص. النهارده يا اسلام صح، يعني حتى شوقي غريب النهارده في التعليمات بتاعته بيشاور بيقول زيد لقدام، خلاص بقى يعني خلاص هو تحرر. خد بالك لما المدير الفني بيتحرر اللعيبه داخل معاه بتتحرر هي كمان. ايوه يعني احنا كان مشكلتنا المباراه اللي فاتت يا كابتن، احنا قلنا ايه؟ ان هو قلقانين زي اللزوم بالظبط، قلقانين متوترين دايما ثابتين في الحته اللي ورا، سجلنا الهدف خلاص احنا مش عايزين نعمل حاجه ثانيه. فبالتالي انت بتدي
خد بالك انطباعه بتدي امبريشن اللعيبه بتاعتك ان انت خلاص يا جماعه احنا هنتكتل في الحته الدفاعيه. النهارده التعليمات بتاعته للعيبه خليتهم هم كمان، يعني احنا المباراه اللي فاتت ما شفناش كريم العراقي بقى في الشوط الثاني بيعمل كروس، النهارده كريم العراقي وصل لل 18 وكان هيسجل هدف كان 6 يارد 6 يارد النهارده، كان نفسي يجيبه عشان هو يستحقه انه واحد من اللعيبه الرائعين الحقيقه. رائع، عمل اداء رائع النهارده المباراتين دول. احمد ابو الفتوح النهارده شفناه جوه ال 18 اكتر من مره، فالنهارده لا في تحرر كبير جدا عند اللعيبه نفسها. الشخصيه اللي احنا بنتكلم فيها كام، ازاي انك تفرض شخصيتك على حتى لو الفرقه اللي قدامك فرقه كبيره. والله لو مين اللي قدامك النهارده بهذا الاداء وبهذا الشكل طبعا طبعا اعتقد الامور هتبقى صحيح. يعني طب يا جماعه طالما احنا عندنا كده، يعني كابتن شريف انا بعتقد ان انا مصمم على كابتن شوقي غريب النهارده. ليه؟ لان كابتن شوقي غريب من وجهه نظري ان النهارده تحديدا الشوط الثاني اعاد اكتشاف شوقي غريب مره ثانيه، وجهه نظري صح. لانه النهارده زي ما بلال قال كلمه كويسه جدا، قال ان التغييرات الكتير اللي حصلت والكلام ده كله، كابتن شوقي غريب اداؤه خلال الفتره السابقه كان نمطي تقليدي اللي هو اسلام مكان بلال، بلال مكان اسلام، اسلام مكان بلال، هو ده اللي بيحصل صح. لكن النهارده اللي حصل ان انا لما اطلع اخد القرار بان انا اطلع صلاح محسن وانزل عبد الرحمن مجدي واقول له اعمل كذا عبد الرحمن، صحيح. اعمل كذا عبد الرحمن، اطلع من بره لجوه وشوط وشيل الشكل بتاع رمضان شايل الليله هو ابو الفتوح فبقى انت كنت بتسالني وانت قاعد جنبي الناحيه اليمين ما بيشتغلش خالص، نزل شغل الناحيه اليمين، نزل شغل الناحيه اليمين اللي هي كانت خلاص يعني ماتت يعني. وبمناسبه بقى التقليد اللي كابتن بلال بيقوله، بيقول ايه؟ قال لك التقليد ان هو النهارده مع عمل حاجه غير نمطيه مش متعودين احنا الكابتن شوقي غريب بيعمل كده، صح. عمل ايه؟ طلع عمار حمدي وساب اكرم في النص وزق بيكم لقدام طبعًا. فاصبح بيكم واكرم واقفين مع بعض كده. ان كان بيكم برضو بيرجع شويه لكن بقى في نص الملعب ازيد، وبالتالي بقى عندك فريق مختلف صح. انت لو فاكر عندك شكل ونمط كنا مختلف. بنطالب احنا بحكايه بيكم دي قلنا هو ليه ما بيزقش بيكم في نص الملعب، عمل كده بقى. انت عارف انت حاسسها ليه كمان يا اسلام؟ لان ماتش مالي مغير تماما ماتش وحتى مالي. الجهاز انت بتتكلم على الكابتن شوقي ما كانش له تاثير ابدا صح. الماتش اللي فات صح، برغم ان انت بقى كنت ايه، انت كسبان يعني، انت كسبان واحد والمفروض تكمل بقى وحصلك وتزود برضه. انت عندك الشوط الثاني مالي مستحوذه، معلش انت حصل لك دروب يعني في نص ملعبك لسه اول مباراه صح. زي ما كنا بنتكلم بيقول لك مالي 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 مش عارف مين مين تمام مين. فكنت الدنيا برضه انت بتبقى مقلق برضه، كنت مقلق طبعا كلاعب بتقلق وانا يعني. قلت لك هيحصل حاله تصاعديه المفروض للفرق كلها مش لمصر بس. ايوه فاللي احنا شفناه مصر النهارده ما شاء الله، انا نفسي بقى يحصل ان شوقي غريب يقفش في اللي حصل النهارده ده طبعا، ما ينزلش بقى عن الكلام ده لان ده اولمبياد بقى يعني، الاداء ده باللعيبه دي لازم تبقى قدامه كمان. خدت بالك ازاي يبقى عنده من السيناريو اللي يواكب مباراه كاميرون؟ احنا مش فارق معانا دلوقتي تطلع الاول تطلع الثاني، هتقابل اي فرقه هناك كلهم زي بعض بالظبط، كلهم زي بعض تطلع الاول مش هتقابل الضعيف ولا مش الضعيف كله زي بعض، مش هتقابل زيسكو والحاجات دي لا، انت هتقابل اربع فرق بيبقوا فرق جامده جدا هناك الناحيه الثانيه نفس الليفل نفس الليفل يعني. انت لعبت غانا ولعبت مالي وكسبت مالي وكسبت غانا وان شاء الله تكسب الكاميرون فانت بالتالي خلاص ان شاء الله. وبعدين المفترض المجموعه اللي انت فيها دي اقوى من المجموعه الثانيه، انت معاك ثلاث فرق غانا كاميرون مالي كلهم اللي كانوا مرشحين اقوى من بعض صح. فانت اي حد بقى بالنسبه لك الناحيه الثانيه مش والاسماء حتى كاميرون وغانا ما كانش يقابلهم غير نيجيريا مثلا الناحيه الثانيه ليها سمعه كبيره جدا وخاصه في البطولات دي. نيجيريا بتلعب كره طويله وما شفناش منها الحقيقه يعني اي شكل، ما هنتفرج عليها بكره في المباراه الثانيه. انت الحمد لله على الفوز ده، بس الحمد لله قوي بقى يا شوقي لما تمسك في الفوز ده، لما تشوف الدنيا مش خبرته خبرته تخليه يعمل كده ويصل لكده يعني وما يخافش برضه. لا بس خبرته تخليه يعمل كده، لا ما يخافش يلعب زي ما لعب كده يعني. اللعيبه دي لازم تاخد بقى في اللي هو المباراه الديسايد اللي هي هتدخلنا. بص يا كابتن، انا شخصيا انا معاك ماشي، يلعب زي ما حضرتك بتقوله الكلام ده كله، لكن يعني ولكن خلاص هو المدير الفني هو اللي عارف بيقفل امتى وبيفتح امتى، هو اللي عارف بيغير التغييرات امتى. احنا خلاص بقت وجهه نظر ان ثقه الجمهور المصري في كابتن شوقي غريب النهارده بقت كبيره، هيروحوا له دي اللي انا عايز اقولها بقى يعني. شوف احنا الاستوديو هنا بيتكلم ازاي النهارده، وشوف الاستوديو اللي فات بعد الماتش اللي فات برغم ان انت كسبان كان عامل ازاي. مظبوط، الاداء فارق جدا جدا طبعا. احساسك الماتش اللي فات كان هيرجعك لتاريخ بتاع الامم الافريقيه اللي فاتت المنتخب الكبير، دلوقتي انت عندك ثقه كبيره في الفرقه بتاعتك مش عشان كسبت،
عشان انت شفت اداء على مستوى عالي. احنا مش واحنا مغلوبين واحنا قاعدين. معلش بمناسبه اللقطه بتاعت انا اسف بمناسبه اللقطه بتاعت كابتن شوقي غريبه ونازل متاخر يعني. فهو الحقيقه سئل دلوقتي في المؤتمر الصحفي واتقال ان هو كان بيصلي واول ما خلص صلاه نزل. فانا بقول لحضرتك اكيد يعني بيصلي الحمد لله. وبعدين في جهاز موجود يعني. بالظبط يعني برضه بمناسبه الكلام. لانه الموضوع يعني حتى التعليق الكاميرا عملت له شكل والتعليق برضه كان انت فاهم. فبرضه والتوقيت نفسه ونزوله اثناء الجول يعني برضه يخليك برضه ايه من الممكن ان حد يعتب على الكابتن شوقي. فهو وضح الامر وقال ان هو كان بيصلي ونزل متاخر. احنا كنا قاعدين كلنا اداء منتخب مصر النهارده خلينا زعلانين ان الفرقه دي هتتغلب يعني. خاصه بالكوره بتاعت عارف يا كابتن شوقي الكوره لما جت في العارضه قلت لك ايه؟ قلت لك لا ان شاء الله ربنا هيكرمك. كابتن شريف انت عارف ان وانا قاعد بحضر اللي انا هقوله. لو كنا لا قدر الله اتغلبنا كنت هقول مبروك. كنت هقول مبروك صحيح على الاداء. كنت هقول مبروك على الاداء لان كنت متاكد بعد اذن ربنا يعني ان لو احنا ادينا بهذا الاداء قدام الكاميرا هتكسب وهتكسب كويس. لان اتفرجت على الكاميرا عنده بيتفرج على الفرقه. بص احنا قلنا حاجه مهمه جدا الاستوديو اللي فات. قلنا الاداء هو اللي بيجيب المكسب وده وضع طبيعي وده اللي ده كنت بتطالب بيه وده اللي احنا قلناه للاستوديو اللي فات. قلنا يا جماعه احنا عايزين الاداء لان دايما يا كابتن الاداء هو اللي بيجيب المكسب طبعا طبعا. انما النهارده هتكسب مره يعني باي لاك هتكسب مره كده بالطريقه اللي كسبت بيها مش هتكسب المباراه اللي جايه ولا هيحترموك زي منتخب مصر الكبير. طبعا زي منتخب مصر الكبير. فهنا في الاستوديو خدنا المثل ده تحديدا بالزبط. انا قلت يعني بلال بيقول لي كذا قلت له هو قلت للكابتن فتحي هو عنده بس تخوف من ان التاريخ يعيد نفسه. احنا اتغلبنا في الاخر يعني كنا عمالين نزق في المنتخب بس احنا من جوه مش مطمنين انك هتكمل. مش مطمنين. شفت انت حكايه الاثنين فرود اللي هم موجودين في ال 18 دول بيفرقوا ازاي مع اي فرقه طبعا. وخاصه المنتخبات. انما انت هتبقى سايب مروان محسن مثلا لوحده في المنتخبات ومعتمد بقى على صلاح وتريزيجيه والناس والراجل ده لوحده متساب. انما بيبقوا فيه اثنين اوريدي عاملين لك حركه في ال 18 بتدي للاجنحه حتى فرصه انه لو لعب عرضيه يلاقي ناس. هي ظروف الماتش برضو بتجرأ يعني انت خسران عايز اكسب بقى لا قدر الله يعني لا قدر لو انت خسران النهارده كانت هتبقى بالنسبه لك مختلفة. مشكله وتدخلك في حسابات و فانت لازم تكسب يعني لازم انت بس دلوقتي برضه مدير فني يا كابتن طبعا ان هو شايف طبعًا. ان منتخب غانا نزل جدا زي ما حضرتك قلت وبالتالي اضغط بقى اخلص الماتش من دلوقتي واصعد وبعد كده احلها الف دي حلال. مدير فني بالدرجه الاولى عشان طبعًا. كده انا بقول لحضرتك النهارده وجهت ان كابتن شوقي غريب هاي الحقيقه بصراحه ادار المباراه بشكل رائع جدا واعاد اكتشاف شوقي غريب لجمهور المصري صحيح. يعني شايف كده وعارف مين اللي كمان سعيد جدا بمستوى الاداء النهارده مين مستوى اداء اللاعبين النهارده الجمهور المصري في المقام الاول طبعا الجمهور ده اول حد كابتن حسام البدري طبعا هيشوف رمضان صبحي بهذا الشكل لو هيشوف مصطفى محمد بهذا الشكل هيشوف احمد ابو الفتوح بهذا الشكل لما هيشوف عبد الرحمن مجدي بهذا الشكل كريم العراقي هيشوف صلاح محسن لما هيشوف كريم العراقي صحيح كابتن محسن كابتن حسام كابتن محسن اصلا كابتن في مستقبل معاك امبارح فهو هتلاقي كابتن حسام البدري سعيد جدا بهذا الاداء فبالتالي لا احنا كسبنا مكاسب عديده جدا نقول لك تغييره ياسر ريان دي احمد ياسر ريان دي فيها جراه بتغيير تبادلي في خدت بالك وتغييره من جوه الملعب انه بيخرج عمار وبينزل سنتر راس حربه وبيزق البيكاب لقدام وانت محتاجها لان ابتدت الجناب كمان بقى كوره عرضيه فانت محتاج واحد وشوف الجمال هي اللي كسبتك بالظبط يعني انت بتكلمني عن احمد ياسر ريان شاط واحده جري عايز يشوطها قلت لك لا ده بتاع عرضيات وفرق الناس في البوكس بنتكلم مع بعض لقينا الراجل بينط وبيحط الكوره بدماغه زي السماتش بتاع الكوره الطايره يعني توقيت ربنا بيكافئ الفرقه والجهاز الفني الحقيقة. على المجهود والاداء خلال النص ساعه الاخرانيه بصراحه يعني. تمام بص شوف الاستاتستكس بتاعت الماتش ده غير الماتش اللي فات خالص. النهارده منتخب مصر 60% استحواذ محاولات 26 محاوله فيهم 11 اون تارجت تمام عندك ركنيات 9 يعني صناعه الهدف هدفين النهارده كلها لصالحك انت ده دليل ان انت اشتغلت النهارده في المباراه يعني انت النهارده الارقام يعني رايك كابتن فتحي هو دايما يقول لك انا بستند بالارقام النهارده الارقام كلها لصالح منتخب مصر فبالتالي هي النتيجه عادله يعني النتيجه مش ما كانتش هتبقى عادله
لو كنت تعادلت النهارده او لا قدر الله اتغلبت مش كانتش معادله على الاطلاق، لان انت النهارده عملت كل حاجه في الكوره اشتغلتها. الميزه يا اسلام النهارده في اللعيبه نفسها، يعني دايما يبقى في حته ذكاء للعيبه داخل الملعب بخلاف المدير الفني. النهارده لازم اعرف امكانيات لعيبتي يا كابتن اشتغل عليها كويس قوي. النهارده ما اشتغل يعني برغم ان مصطفى محمد لعيب، يعني انا بشوفه لعيب بروميسنج ولعيب كويس وامكانياته جيده جدا، بس ما كانش احسن لعيب في المباراه اللي فاتت. ونبي عشان الناس لا يعني احنا يا جماعه على فكره احنا ما بنتضايقش ابدا ابدا بان يكون هناك لاعب في نادي الزمالك طالما بيلعب باسم مصر، عمرنا ما هنقول عليه ان هو وحش الا لو كان وحش. لا طبعا. وعمرنا ما هنقول عليه كويس الا لو كان كويس. صحيح. مصطفى محمد بالمناسبه بلال برضو عشان الناس تعرف ان الحلقه السابقه او المباراه السابقه لما كان الكابتن بلال معايا وكان معايا الكابتن اسامه حسني والكابتن فتحي نصير، كابتن بلال كانت وجهه نظره وهو حر فيها. على فكره احنا ما بنقولش لبلال يقول ايه وما يقولش طبعا. ايه هو حر، هو راجل شايف ان ده وجهه نظره. مش عاجبه اداء منتخب مصر، مش عاجبه الاداء، ومحدش كان عاجبه طبعا. بالظبط. مين اللي كان عاجبه؟ بلال قال لك ان مصطفى لا يستحق او ما كانش كويس في هذه المباراه. هو جاب الجون تمام، هو وجهه نظر بلال. بالمناسبه بقى، بالمناسبه عشان هناك حاجات معينه او حاجات على السوشيال ميديا معينه بتحصل هي اللي بتؤدي الى التعصب. صحيح. هي اللي بتؤدي الى التعصب. هو بلال طب ما هو النهارده هو بيقول ده، واحمد ابو الفتوح ده على فكره كان لعيب في الزمالك. بالظبط طبعا. لكن اسامه حسني قال ايه بقى؟ قال لك ان لا، قال لك انا اختلف مع بلال. صحيح. واقول ان لا، مصطفى محمد جاب ده من مهاره فرديه. صح. وجاب ثلاث نقاط وجاب ثلاث نقط. أما الكابتن فتحي قال لك ده موهبه شابه وواعده. يعني ده يعني في رايي كده ورايي كده. خد بالك جه دكتور احمد ثابت قال لك ده يا جماعه حاجه بروميسنج او حاجه واعده لمنتخب مصر. صحيح. هو مستقبل مصر، هو مستقبل نادي الزمالك. اراء مختلفه يعني. انا قلت يا جماعه ما هو الكره الوحيده اللي جات له حطها بدماغه، من عمل المطلوب منه، عمل المطلوب منه بالظبط. فاكر بلافيني بعمرو جاكي؟ طبعا. فلو اتلعب له خمس ست كرات عرضيه كان جاب منهم خمس ست اجوان. حتى النهارده واحنا قاعدين قلنا الكلام ده، ان الكره وهي جايه على الارض لا حطها له عالي. هو انت لازم تعرف زميلك. هو ده اللي انا عايز اقول لك يا اسلام. يعني النهارده انا عندي لعيب زي مصطفى محمد امكانياته عاليه جدا في الكرات العاليه، الكرات العرضيه بتحرك كويس قوي داخل ال 18. هو لعيب جيد جدا من وجهه نظري الشخصيه. قدرت النهارده انك تستغل اللعيبه اللي موجوده عندك بشكل جيد يا كابتن. انك يعني انا من الصعب جدا يا كابتن ان انا ادي اللعيب مهاره هو لا يمتلكها. انا طبعا. مثلا ممكن ما اكونش سريع، ما تديش مساحه. بالظبط. تمام. انا لعيب مهاري، اديني في رجلي. هي دي الكوره، هي دي طبيعه الكوره. انا لعيب بلعب بدماغي. بالظبط. المنتخب المصري النهارده اسلام اللعيبه نفسها داخل الملعب ابتدت تشتغل على الحته دي، ابتدت تشتغل على امكانيات كل لعيب. رمضان صبحي بياخد في رجله ويعمل ضد واحد ضد واحد كويس قوي. كل الكرات العرضيه لصالح بيطلع ياخدها مصطفى محمد، طلع خدها ياسر ريان طبعا، عبد الرحمن مجدي في ال 18، صلاح محسن كمان في ال 18 الكرات العرضيه الارضيه كلها، بس كريم العراقي جوه، كريم العراقي. فالنهارده قدرت تشتغل بشكل مميز جدا على امكانيات اللعيبه وبعضها، ازاي تبقى حافظ اللعيب اللي معاك وعارف امكانياته. النهارده كمان لو الشوط الاول كان في شويه بس ترابط وكان في شويه حريه اكتر من كده، كان الشوط الاول ما كناش وحشين. لا. يعني هي بس عشان الشوط الثاني حلو قوي. بالظبط. فالناس مش شايفه بالك الشوط الاول كنا كويسين. انت دايما بتقارن الحلو بالاحلى. يعني انت النهارده اديت الشوط الاولاني بشكل كويس، بس الشوط الثاني اميز بكتير. يعني واحنا قاعدين بلال حضراتكم قلتوا ايه؟ واحنا قاعدين بنتفرج حضراتكم قلتوا ايه؟ قلتوا ان الشوط الاولاني ده بعد ما خلص الشوط الاولاني قلتوا لي ايه؟ قلتوا لي الشوط الاولاني ده احلى كتير من الماتش اللي فات، من المباراه السابقه اللي احنا كسبناها. خساره ان احنا ما كسبناش. جيتوا بقى الشوط الثاني قلتوا ان الشوط الثاني افضل من الشوط الاول، وبالتالي لا احنا مش معنى كده ان احنا ما كناش كويسين الشوط الاولاني. يعني احنا في حاجه عايزين نقولها برضه بلال مهمه، يعني برضه تأييد لكلام اسلام. احنا هنا بننتقد او بنحلل سواء اهلي زمالك، احنا ده منتخب مصر. بالظبط. وزي ما اتكلمنا في يوم من الايام هنا على رمضان صبحي، ان رمضان كل لعبه فردي وبيلعب على الجنب، ما بيروحش للجون، ما بيجيبش جوان، اداؤه تطور. قعدنا نكلم وننتقد رمضان في الحته دي، بس لما غير من ادائه وتطور الاداء بتاعه ابتدينا نشيد بيه. كذلك مصطفى محمد، احنا بنقول ان الراجل لعيب كويس جدا وواعد وكور عالي. يعني النهارده مثلا في كور عرضيه، الكور اللي بيجي له لازم يهتم بالمهاره برضه بتاعت التسديد، يعني عن طريق رجله بقى، مش دماغه خلاص. هو بيجيد فيها. هناك البعض يا كابتن على السوشيال ميديا، هل ده معناه انه وحش خالص؟ لا طبعا. لا هناك البعض، اصل بلال ما قالش يعني بلال وجهه نظر محلل فني، هو حر يقول اللي هو عايزه على فكره. بص يا اسلام، فهو خليه بس كمان النقطه دي. هو دلوقتي هناك البعض
على السوشيال ميديا تحديدا يا كابتن شريف بيحاول اثاره الفتن ما بين الاهلي والزمالك. صحيح. باي طريقه ان قناه الاهلي بتقول ان مصطفى محمد وحش او محروقين ان مصطفى احنا محروقين ليه؟ طب تعالى كنت تشوف النهارده الناس عماله تعمل ايه كلمه احنا بنططنا لما جابوا الجول الاولاني. بص اسمع بططنا لكن بلال حر هو على فكره بلال قال ايه؟ قال لك النهارده مصطفى النهارده مش وحش لا مش كويس بالظبط. لا بص انا في يا جماعه بص لازم الناس تفهم حاجه يعني محدده النهارده بس اللي هو اليوم الماتش اللي فات مش النهارده النهارده كويس. سوري يا بلال معلش اقول لك انا عايز اقول لك بلال شايف ان مصطفى محمد ممكن عنده امكانيات قد كده 10 مرات. ايوه بالظبط النهارده اداني شويه صغيرين مش هو ده اللي بيعمل. عارف ليه يا شريف؟ لان بلال كمان الحته بتاعته يعني بلال بيتكلم من منطلق ان الراجل راس حربه زيه طبعا فعايز يعني يديله برضه نصايح في طيب في المساله. انا بس عايزك تتكلم اسيبك تتكلم بس اطلع لزميلنا احمد عصام الناقد الرياضي باليوم السابع يقول لنا ماذا حدث في المؤتمر الصحفي. يا ابو حميد ازيك يا حبيبي؟ يا كابتن اسلام تحياتي ليك والثبات في الاستوديو. ربنا يخليك يا ابو حميد. قول لنا ماذا دار في المؤتمر الصحفي خصوصا بعد هذا العرض الرائع والريمونتادا التاريخيه لمنتخبنا الوطني الاولمبي والعوده بثلاث نقاط واداء ولا افضل ولا اروع الحقيقه. الحقيقه الاجواء النهارده كانت مبشره من لحظه دخولنا للاستاد. الجماهير النهارده كانت اكثر من ماتش الافتتاح. المنتخب نفسه الروح عاليه جدا والجماهير تفاعلت معاه بشكل كبير. كابتن شوقي النهارده في المؤتمر كان واقعي اعترف ان في مشاكل وفي اخطاء. قال ان ده دورنا بقى احنا بعد الماتش هنقعد نراجع الماتش ونتفرج عليه مره واثنين وثلاثه ونعالج الاخطاء دي خاصه ان الوقت ضيق من دلوقتي وماتش الكاميرون. وكان اتسال الكابتن على انه هيكون في تغييرات في ماتش الكاميرون. ايوه مهمه جدا ده مجموعه من اللعيبه قال انا هعمل شويه تغييرات بس في نطاق محدود جدا مش هقدر اريح كل نجومي. قال مثلا عندي عمار حمدي هيكون موقوف وهيكون في بديل ليه وممكن يكون في تغيير كمان او اثنين مش اكتر لكن هو مهم بالنسبه له صداره المجموعه علشان يكمل على استاد القاهره ما يروحش بقى يلعب نص نهائي استاد السلام ويفضل هنا على ملعبه. ايوه هيبقى واخد على الملعب وحضور جماهيري هيكون اكبر متوقع ان شاء الله. قال ايه على تاخيره النهارده؟ انا سمعت انه قال كان هو كان بيصلي ما بين شوطي المباراه. هو كان اتسال برضه على كنت فين يا كابتن؟ قال له والله انا كنت بصلي بين الشوطين ودخلت. بقول لك ايه يا ابو حميد هو شاف الجون ولا ما شافوش؟ ما شافوش هو كان هو داخل لقى الكوره في الشبكه فبيسال ايه اللي حصل. طب بقول لك ايه يا ابو حميد والنبي يبقى وصل له قول له بنقول له ما يبقاش يبقى بين الشوطين دايما ينزل متاخر عشان يبان الشكل كده. لا الحقيقه يعني كان ناس كتير على فكره مش كابتن شوقي بس انت عارف بين الشوطين اللي بيخرج بقى يشرب حاجه او ياكل حاجه او يعمل حاجه يعني فناس كتيره ما شافتش الجول للاسف لكن الروح بقى بعد الجول هو حصل شويه دربكه بعديها يعني كابتن شوقي اتكلم قال حقيقي ان كان في شويه ارتباك بين اللعيبه وخاصه في خط الدفاع لكن بعد كده الفرقه قدرت تلم نفسها وروحهم العاليه هي كانت كلمه سر النهارده في حسم النتيجه. وقال برضو ان كان عنده اكثر من لاعب النهارده يعني متميزين بشكل كبير جدا وهم اللي قدروا يصنعوا الفارق مع الفريق زي رمضان وزي احمد ابو الفتوح لما نزل وفتوح بالظبط وعبد الرحمن مجدي على الجبهه الثانيه فهو بيشيد النهارده باداء لعيبته وبيعد بمزيد من المباريات القويه في البطوله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد عصام الناقد الرياضي باليوم السابع. بلال عايزك بس تتكلم لوحدة يعني في النقطه دي. بص خد بالك مصطفى محمد لعيب جيد وانا بشوفه من اللعيبه القادمه ان شاء الله باذن الله ولو مستقبل كبير يعني اتحرك كويس في 18 امكانياته جيده جدا بيجيد العاب الهوا متميز جدا فيها. الفكره يا كابتن اسلام واحنا لما في استوديو تحليلي احنا بنتكلم على الماتش ده ما بنتكلمش على عموم احنا مش في حلقه خاصه فبنقيم ده اذا كان ده لعيب وحش بشكل عام او ده لعيب كويس. احنا بنتكلم على مواقف حصلت في الماتش وتحليل اداء للماتش نفسه من وجهه نظرك. انا بتكلم عن وجهه نظر الشخصيه تمام. فانا النهارده لما اقول كابتن شريف النهارده وحش فبقول ان هو ما كانش موفق في المباراه دي بالتحديد مش هو بشكل عام مش موفق. انا قلت المباراه اللي فاتت منتخب مصر انا شايف انه ما اداش الاداء اللي يقنعنا كلنا وما فيش حد فيهم يستحق ان يكون افضل لاعب وان كان حد يستحق فهو حارس المرمى ومحمد صبحي تمام. ده كان وجهه نظر الشخصيه او عمار حمدي التغييره اللي حصلت ونقلت منتخب مصر في بعض الاوقات. مصطفى محمد عمل اللي عليه المباراه اللي فاتت لكن انت لما بتيجي تختار مان اوف ذا ماتش بتختار اللي تفوق على نفسه
مش العمل اللي عليه. في فرق كبير. النهارده لما بنتكلم على رمضان صبحي وبنتكلم على مصطفى محمد وبنتكلم على عبد الرحمن مجدي وعلى ابو الفتوح، كل اللعيبه النهارده اداء راقي ورائع جدا 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 بدون اي استثناءات، ولكن في واحد بيتفوق على نفسه في المباراه، هو ده اللي بيبقى مان اوف ذا ماتش، هو ده اللي بيحقق لك التارجت اللي انت عايزه. النهارده رمضان صبحي من افضل الناس اللي موجوده في الملعب في كل شيء، يمكن 10 من 10 يجي من تحتيه احمد فتوح، ولكن هو فرق الهدف اللي ميز ممكن رمضان شويه عن فتوح. عن فتوح صحيح. هو ده اللي ميزه عن الحته دي. فعشان كده محمد صبحي كمان الحقيقه النهارده كان واقف 10 على 10، رائع كل الفرقه النهارده كابتن رائع. لكن انا بكلمك في جزئيه لما بتيجي تقول واحد النهارده او تنتقد، انت بتاخده في مباراه واحده فقط. اه يعني ما مباراه النهارده ده مش انتقاد بشكل عام يا كابتن، يعني احنا ما بنبقاش مثلا ايه يعني زعلانين ولا متضايقين ان فلان ده من النادي الفلاني بقى كويس. لا لا ما احنا عشان بس هي اتقالت كده يا كابتن، معلش هي الناس قالتها كده على السوشيال ميديا وبلال عارف. عمرنا ما هنبقى كده، وعمرنا لان في الاخر احنا هو انت من النرويج انت مصري يعني فهو ده اللي يهمنا. عموما في النهايه 3 نقاط استطاعت اسلام عايزين نشيد برضه بطاقه التحكيم النهارده، الحكم كان رائع بتحديد الكره اللي هي طبعا اتلعبت وكان هدف لمصر اتحسب تسلل، اللي عايزين نقول له فعلا تسلل واجاده من حامل الرايه فيها. عموما 3 نقاط وضعوا منتخب مصر في الصداره وتاهلوا الى الدور قبل النهائي، وتتبقى مباراه منتخبنا مع الكاميرون ان شاء الله يوم الخميس القادم. قبلها برضو الساعه 6 هتكون مباراه منتخبنا الوطني مع منتخبنا الوطني الاول مع منتخب كينيا. يوم الخميس هنكون مع حضراتكم قبل مباراه منتخب مصر الاول، هنبقى موجودين اعتقد الساعه 5 أو 4:30 هيبان على البرومو، هيبقى هنقول لحضراتكم خلال الفتره اللي جايه. وايضا النهارده بالمناسبه للاسف الشديد حمدي فتحي اصيب بقطع في الغضروف، هنشوف بقى المده اللي هيغيب على اثرها حمدي فتحي خلال الفتره القادمه، هنقول لحضراتكم عليها خلال الايام القادمه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن شريف. كابتن والف مبروك. الف مبروك. اشكرك كابتن حشيش. شكرا مبروك. شكرا جزيلا يا كابتن بلال، الف مبروك. ما توقعناش في مشاكل تاني. مبروك لمصطفى محمد. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. هسيب حضراتكم او لا مش هسيب حضراتكم، هسيب الكابتن شريف وهسيب كابتن حشيش وكابتن بلال، هيسيبوني دلوقتي وهانتقل الى الفقرة الأخيرة في النهاردة في حلقة اليوم مع دكتور أحمد ثابت. هنتكلم عن رجل المباراة الأول من وجهة نظر دكتور أحمد ثابت والأرقام. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وفوز منتخبنا الوطني الأولمبي على منتخب غانا بـ3 أهداف 2 وصعوده للدور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية واقتراب تأهله من أولمبياد طوكيو 2020. دكتور أحمد النهاردة عندنا أولا برحب بيك، ولكن أعتقد عندنا أرقام كتيرة جدا طبعا يعني في البداية ومهمة جدا. طبعا في البداية مبروك لمنتخب مصر التأهل للدور نص النهائي من البطولة، اداء ممتاز جدا، شخصيه فريق كويس جدا ان انت تكون متاخر بـ2-1 وترجع تعمل كومباك، ده شخصيه فريق بطل، شخصيه كويسه جدا. شخصيه البطل كمان يمكن احنا رحنا بالمحاولات 26 محاوله على المرمى، رقم كبير جدا. 26 محاوله والاستحواذ 59%، يعني برضو استحواذ وكوره واداء ومحاولات كتير على المرمى. شخصيه البطل ديت بتتجسد في شخصيه القائد الموجود اللي هو رمضان صبحي، بابا نويل الكره المصريه. بصراحه لعيب عظيم جدا جدا، شخصيته كمان يعني شخصيه لاعب كبير جدا. لو بصينا على ارقامه هو رجل المباراه بكل التاكيد، يعني ارقامه عاليه جدا النهارده. رمضان لعب 90 دقيقه، سجل هدف وصنع هدف، عامل كام مراوغه ناجحه؟ 10 مراوغات ناجحه. 10 مراوغات ناجحه 10 بس، كل اللي شفناه ده 10. 10 رقم كبير جدا. 10 ما فيش لعيب بيوصل اصلا بيعدي 5 6 في الماتش. 10 مراوغات ناجحه، اكتر لاعب صانع فرص في المباراه، عامل 6 فرص. تاني اكتر لاعب عامل عرضيات، 12 عرضيه منهم 7 صح. المحاولات على المرمى بتاعت رمضان 2 بنسبه دقه 100%، يعني نسبه محاولات رمضان الاثنين صح، الاثنين ما بين الثلاث خشبات. المفاجاه كمان ان عدد التمريرات بتاعه 30، ال 30 تمريره صح 100% نسبه دقه التمريرات بتاعت رمضان. اذا نسبه دقه المحاولات 100%، نسبه دقه التمريرات 100%. تاني اكتر لاعب عامل عرضيات، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، اكتر لاعب صانع فرص، مسجل هدف، صانع هدف، يستحق بكل تأكيد جائزة المباراة. بنشوفه بيقوم بالدور الدفاعي بصورة مثالية، عامل جبهة يسرى، يمكن دي استلامه لجائزة المباراة.
جائزه احسن لاعب في المباراه، يمكن عامل جبهه يسرى قويه جدا جدا جدا، وهو على فكره سر من اسرار ظهور احمد ابو الفتوح في البطوله بالشكل ده، ان يبقى معاك جناح تقيل زي رمضان صبحي. النهارده لعيبه منتخب غانا كانت خايفين يدخلوا على رمضان في اخر المباراه، كانوا بتحس ان هم خايفين فعلا، وفي لعيب كمان طلع الكوره كده لما شافه جاي عليه، فده شخصيه لاعب كمان زاد من قدرات احمد ابو الفتوح جنبه في المباراتين. يمكن احنا المباراه اللي فاتت قلنا احمد ابو الفتوح قدم اداء كبير، النهارده برضه احمد ابو الفتوح قدم اداء كبير جدا، يمكن تاني اعلى لاعب في التقييم بعد رمضان صبحي. احمد ابو الفتوح عامل كام اكتر لاعب عامل عرضيات من جبهته، عامل 14 عرضيه منهم 8 صح، تاني اكتر لاعب صانع فرص 3 فرص، وتاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه 3 مراوغات، تاني اكتر لاعب قطع الكره في المباراه احمد ابو الفتوح بعد اسامه جلال، اسامه جلال 20 مره رقم 1، رقم 2 احمد ابو الفتوح. فاحمد ابو الفتوح عمل محاولتين حصل على خطأين، دقه تمريراته 88%. اذا بنتكلم ان احمد ابو الفتوح لوحده صنع 3 فرص، ورمضان صبحي لوحده صنع 6 فرص، اذا الجبهه اليسرى بتاعت منتخب مصر لو جمعناهم على بعض هنلاقيهم عاملين 9 فرص سواء احمد ابو الفتوح او رمضان صبحي. اذا الجبهه اليسرى كانت جبهه خطيره جدا 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 للمنتخب، وبصراحه الجبهه اليمين هي اللي كانت اقل شويه في الشوط الاول، لان صلاح محسن ما بيلعبش في المركز ده، لما نزل راس حربه تاني بيلعب كراس حربه، لما نزل عبد الرحمن مجدي اتلاقيت حل اكتر، لان عبد الرحمن مجدي بيدخل للعمق وبيشوط، فعبد الرحمن مجدي اداك حل مهم جدا جدا في ناحيه اليمين، فبدات تحس ان الملعب في الشوط الاول كان مايل ناحيه الشمال ليه، على جبهه رمضان واحمد ابو الفتوح. لما عبد الرحمن مجدي نزل ظبط الملعب، بقينا بنهاجم من الجنبين. كريم العراقي برده قدم مباراه كويسه جدا، وكان ليه محاولتين، لعيب برده عنده يعني مقاتل، لعيب عنده الروح، راح على الجون مرتين كان ممكن يسجل هدف، زي ما قلنا يمكن رقم 1 رمضان صبحي، رقم 2 احمد ابو الفتوح، رقم 3 قلنا عبد الرحمن مجدي لما نزل غير شكل المباراه. لعيب برده زي اكرم توفيق قدم مباراه كويسه جدا، اكرم توفيق اتطور بشكل كبير جدا في معدل قطع الكرات بتاعه، اهدى شويه في معدل استخلاص الكرات، نسبه الفاولات اقل، برده بقى بيروح على الجون، وملاحظينها حتى من بدايه الموسم مع الجون ان هو بدا يشوط على الجون كتير. اسامه جلال بيشوط بيمين. رقم 4 بعديهم اسامه جلال، اسامه جلال برده واحد من مكاسب المدافعين الواعدين في المنتخب دوت بصراحه، يمكن هو اكتر لاعب قطع الكره في المباراه كلها 20 مره، اللي هو ناحيه اليمين، اللي هو المساك اللي جنب محمد عبد السلام وجنب احمد رمضان بيكهام اللي هو بيلعب ناحيه اليمين، قطع الكره 20 مره. اكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه اسامه جلال برده 6 التحامات، وحصل على 4 اخطاء، هو اكتر لاعب في منتخب مصر اخذ فاولات، فده دليل ان هو تفوق على مهاجمين غانا مدافع زي اسامه جلال. اذا اتكلمنا على رمضان صبحي، اتكلمنا على احمد ابو الفتوح، اتكلمنا على اكرم توفيق، اتكلمنا على اسامه جلال. برضو الحارس محمد صبحي انقذ النهارده هدفين محققين، واحد من نجوم المباراه في المباراه اللي فاتت كان برضو واحد من نجوم المباراه، مكسب بصراحه نادي الزمالك محمد صبحي. برضو مصطفى محمد لو عرضنا ارقامه يمكن هو راح على الجون النهارده 3 محاولات، منهم واحده بس او 2 صح من 3 بنسبه دقه 66.6%، صنع فرصه، فاز بثلاث التحامات. مصطفى محمد برده النهارده الهدف الاول ليه كربونه من الهدف اللي فات بالظبط، تحس ان هو تحس يعني لو ممكن ما تشغلش الاعاده تحس ان هو بالظبط نفس الهدف ده، هو رائع، بيلعب بدماغه بشكل رائع، مميز جدا، كابتن علي بوجريشة وكابتن جمال عبد الحميد وعمرو زكي وكابتن عمرو زكي كل الكباتن الكبار طبعا. فهي بالنسبه بالظبط، هو مصطفى محمد مسته في الكرات العرضيه، عشان تشغله محتاج كرات عرضيه، لكن هو على المستوى اللي هو المهاري او كده هو لا، هو مش نفس قوه ضربات الراس عنده. طب بيتحرك بشكل كويس جدا وعنده ضربات الراس مميز جدا بصراحه، مهاجم واعد ومكسب لمنتخب مصر برضه، احنا محتاجين مهاجم طبعا. زي مصطفى محمد الاول محتاجين واحد زي مصطفى محمد. النهارده ان اسعد واحد من بعد كابتن شوقي غريبه هو كابتن حسام البدري طبعا، لانه عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين ممكن جدا يبقوا نواه جيده جدا للمنتخب الوطني خلال الفتره القادمه. طبعا انت بتتكلم احمد ابو الفتوح حل الباك ليفت، انت عندك ازمه في الباك ليفت، احمد ابو الفتوح حل. رمضان صبحي النهارده بيدخل مع تريزيجيه ومحمد صلاح احسن 3 اجنحه في مصر حاليا، وعلى فكره رمضان صبحي لو اخذنا البطوله دي ممكن ينافس على جائزه افضل لاعب صاعد في افريقيا مع اسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر، فدي هتبقى البطوله دي برده هتفرق مع رمضان. يمكن قلنا برده كريم العراقي قدم مباراه كويسه جدا، الباك اليمين بتاع النادي المصري اكرم توفيق هايل ولاعيب مقاتل كريم العراقي. احمد بيكهام الجبهه، احمد بيكهام برده بيديك ميزه ان الجبهه الثلاثه اللي دول اللي هم بيلعبوا ناحيه الشمال ثلاثه لعيبه كوره، احمد رمضان بيكهام بيعرف يحضر الهجمه من تحت بصوره ممتازه جدا، احسن واحد بيلعب بيبني الهجمه عكس عبد السلام وعكس اسامه جلال. يمكن احمد رمضان بيكهام حريف كوره،
واحمد ابو الفتوح ورمضان، فالجبهه دي جبهه، دي سر ان شاء الله هتبقى سر فوز منتخب مصر بالبطوله او على الاقل الوصول للمباراه النهائيه. برضه عمار حمدي قدم مباراه كويسه، يمكن هو هيغيب عن المباراه الجايه بسبب الانذارين، قدم مباراه كويسه جدا. صلاح محسن لسه في، يمكن هو في حته الجناح اليمين لسه ما اكتشفش نفسه زي ما بيلعب كمهاجم صريح لسه برضه، وحتى لما نزل عبد الرحمن مجدي كان افاده كبيره جدا. ما ننساش برضه احمد ياسر ريان ابن من ابناء النادي الاهلي وخارج اعاره، بينزل دايما هو هداف صراحه، يجيب جون، بينزل يجيب جون ولاعيب هداف. افضل لاعب في المباراه رمضان صبحي طبعا، رمضان صبحي بدون اي كلام، بدون اي منافس يعني. رمضان صبحي بصراحه انت بتتكلم في لعيب سجل هدف، صنع هدف تاني، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، اكتر لاعب صانع فرص، تاني اكتر لاعب عامل عرضيات، نسبه دقه التمريرات 100%، محاولات على المرمى 2-2 صح، تتكلم في لاعب يعني بصراحه سوبر. تمام، يا رب يكملها له على خير يا رب، وكل الامور ويكمل لمنتخبنا الوطني على خير خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الخميس، عندنا مباراتين، مباراه منتخبنا الوطني الاول ضد منتخب كينيا، وايضا بعدها بساعتين مباراه منتخبنا الاولمبي ضد منتخب الكاميرون. هكون مع حضراتكم قبلهم بساعه ساعه ونص على حسب برومو اللي هتنزل ان شاء الله خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الف مبروك لمنتخبنا الوطني، 3 نقاط هامه جدا استطاع ان يتصدر بهم مجموعته في تصفيات او في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، واستطاع ايضا ان يتاهل رسميا للدور قبل النهائي. الف مبروك لكل الشعب المصري هذا الاداء الرائع، الف مبروك للكابتن شوقي غريب، الف مبروك للجهاز الفني، نتمنى رب الاستمراريه بهذا الشكل وبهذا الاداء. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم قريبا.